برضه هيبقى معانا برضه الكورس او البرانش الثاني من الميكانكس وهو الدايناميك. طيب بداية كده لو انا عايز اعرف يعني ايه ستاتكس يا ولاد، بس ايه الديفينيشن بتاع الاستاتكس؟ is the branch of mechanics، تمام يا دكتور، studies the equilibrium of the bodies. طيب يعني ايه يا دكتور؟ سامعيني كويس يا ولاد؟ الصوت وصل لكم كويس؟ اه تمام يا دكتور. طيب يعني ايه يا ولاد؟ يعني ايه الديفينيشن ده؟ يعني ببساطه شديده هو الفرع يا ولاد الميكانيكا او الميكانيكس عموما بنقسمها لتو برانشز، استاتكس وداينامكس زي ما معظمكم عارف قبل كده. طيب احنا في الاستاتكس انترستد بايه، او احنا هنكون مهتمين بايه؟ بدراسه حاجه اسمها الايكوليبريم او بالعربي اسمها الاتزان. وعايز اقول لكم على حاجه يا اولاد، في الهندسه عموما، في الهندسه عموما الايكوليبريم ساينس او علم الاتزان من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. اي منشاه او اي مكنه او اي حاجه انا بتعامل معاها، لو anybody not in equilibrium، ازاي جسم مش في حاله equilibrium، انا في شطارتي بقى وبشغلي انا ازاي اوصله لحاله الايكوليبريم او الاتزان. طيب احنا في دراستنا بقى الايكوليبريم يا اولاد بنتعامل معاه بوجهتين نظر، اللي هم ايه يا دكتور؟ يا اما انا بجيب لك سيرتين بادي جسم معين انا بقول لك ان هو فعلا ان ايكوليبريم، خلاص يا دكتور كتر خيرك متشكرين، يعني حضرتك جايبهولي وبتقول لي ان هو فعلا ان ايكوليبريم، ايوه، وانا بقول لك بقى استخدم الايكوليبريم ده ان انت تعمل عليه اناليسز او شغل، يعني مثلا اسمها بي الفورس دي، لو انا سالتكم هتعمل ايه في الجسم كلكم بصوت واحد هتردوا عليا تقولوا يا دكتور حسين اكيد هتزقوا هتحركوا، يبقى البادي ده نوت ان ايكوليبريم. طب انت دورك تعمل ايه بقى؟ والله يا دكتور عادي ممكن اثر مثلا بفورس العكس كده اسميها بي داش، ممكن احط هنا حيطه تمنع الحركه دي، فالحيطه دي هتولد حاجه اسمها رياكشن يا اولاد، رد فعل، المهم انها هتطلع فورس عكس الفورس دي فتحقق لي الايكوليبريم. ممكن اثبته في الارض هنا، طب ما هو برضه الارض دي هتطلع فورس، يعني من الاخر يا دكتور انا دوري ان لو في حاجه مش ان ايكوليبريم مش في حاله اتزان انا ازاي اوصلها لحاله الايكوليبريم. خلاص كده؟ طيب يبقى تاني كده بالراحه ان الاستاتكس هو الساينس اوف ستادينج ذا ايكوليبريم، ستادينج ذا ايكوليبريم. طبعا يا اولاد من ضمن برضه الحاجات اللي نذكرها يعني من باب الذكر عشان برضه يبقى اسمنا قلناها، ان حالات الايكوليبريم في الدنيا اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد حالتين، اللي هم ايه يا دكتور؟ حالات الايكوليبريم يا اما الفيكسد بادي الصريح يا اما البادي اللي هو موفز وذا يونيفورم فيلوسيتي. يعني تخيلوا اولاد الارض اثناء حركتها او اثناء دورانها حوالين الشمس هي في حاله ايكوليبريم، تخيلوا بقدره ربنا سبحانه وتعالى. ازاي يا دكتور دي بتتحرك مش ثابته؟ ما انا عارف يا حبيبي، ما على حسب قانون نيوتن الاولاني ان البادي اللي بيتحرك بيونيفورم فيلوسيتي، يونيفورم فيلوسيتي بسرعه ثابته طالما حالته ما بتتغيرش كل شويه هو يصنف ان هو ان ايكوليبريم. لكن انا عشان اكون دقيق معاك يا اولاد، احنا في الكورس بتاعنا في السمستر ده احنا هنكون مهتمين اكتر بدراسه الفيكسد بوديز، يعني الفيكسد بوديز الصريحه. طيب في دراستنا يا اولاد هندرس كام نوع من البوديز اللي هندرس التزامها، يعني اهو يا اولاد التايبس اوف بوديز. دايما يا اولاد في الكورس بتاعنا بيقابلنا نوعين اللي هم ايه؟ النوع الاولاني بنسميه البارتكل، والنوع الثاني بنسميه ريجيد بودي. اللي فاتح المايك يا اولاد وعمال يلعب يقفل المايك بعد اذنكم، ايه الفرق يا دكتور ما بين البارتكل والريجيد بودي؟ اقول لكم حاجه مهمه جدا، البارتكل يا اولاد مينز بوينت وهو اي جسم يا اولاد ملوش ابعاد ملوش دايمنشنز. يعني حضرتك تقصد يا دكتور ان اي بادي ملوش دايمنشنز او الدايمنشنز بتاعته نيجلكتد
لدرجه ان انا ممكن اتعامل معاه كبوينت ار، وتبتدي الفورسز اللي تاثر عليه مثلا اف 1 واف 2 واف 3، طالما الفورسز كلها يا اولاد بتاكت ات بوينت، بتاثر عند بوينت معينه، فالبوينت دي بسميها اسم ايه؟ بارتكل. طب ايه الميزه يا اولاد في البوينت دي؟ ميزه ايه يا دكتور؟ مش شايفين ايه الميزه يعني؟ ان الفورسز كلها زي ما انتم شايفين انترسكتد، يعني الفورسز كلها بتمر بنقطه. اه صح يا دكتور. طب ده يفرق في هنا؟ there is no probability for the body to rotate، مفيش احتمال للجسم ده انه يلف. ليه؟ اصل الدوران يا اولاد او انه يلف محتاج حاجه اسمها مومنت، والمومنت محتاج مسافه، فطالما الفورسز كلها انترسكتد ات ذا سيم بوينت، لا لا هنا مفيش احتمال للروتيشن. امال ايه بقى يا دكتور النوع الثاني اللي هو الريجيد بودي؟ لا الريجيد بودي ده يا اولاد اي جسم له ابعاد بقى، اي جسم له دايمنشنز، فالفورسز اللي عليها تختلف في ايه؟ هتبقى مش كلها انترسكتد ات ذا سيم بوينت اهو، اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 مثلا، اي حاجه بقى اي عدد مش مشكله، اف 5 حتى. طب هنا يا دكتور ايه الفرق ما بين الريجيد بادي والباركل؟ لا الريجيد بادي فيه احتمال للروتيشن، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا دكتور فيه احتمال ليه؟ لان الفورسز مش كلها انترسكتد ات ذا سيم بوينت، مش كلها بتمر بنفس البوينت، فبالتالي وارد جدا 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 يحصل روتيشن. فانت كراجل باشمهندس قد الدنيا لما تيجي تتعامل مع الريجيد بادي تبقى كير قوي ان انت ازاي تخليه ما يلفش، ازاي ما يعملش دوران او روتيشن، عشان تقدر تحافظ على حاله الايكوليبريم اللي انت بتحاول تحققها في الاستاتكس دايما. طيب يا دكتور ايه هي الكونتنتس؟ الكونتنتس اوف اور كورس، الكورس بتاعنا بقى بتاع الاستاتكس ده هندرس فيه ايه ان شاء الله؟ بصوا يا اولاد الكونتنتس بتاعت الكورس بتاعنا ايه؟ باشمهندس قبل ما تبدأ في الشرح، في واحد فتح الكاميرا بقاله حوالي 5 دقايق، اتنين بقى اتنين اهو. طيب يلا يا اولاد ما تشغلش بالك بيهم، هم هيقفلوا هم هيقفلوا، ركز بس ركز في المحاضرة هنا. اوكي يا اولاد. طيب يا دكتور يا دكتور ايه هي الكونتنتس او الكورس اللي احنا هندرسه؟ بصوا يا اولاد احنا هنشتغل من كتاب اسمه ار سي هيبلر وتحديدا يا اولاد وتحديدا طبعا هنشتغل بجزء الاستاتكس والاديشن نمبر 12 الاديشن نمبر 12. طب والكتاب ده بعد المحاضره ان شاء الله هنا على التشانل دي هنزل لكم اللينك بتاعه. طب يا دكتور متشكرين تمام، ده الكتاب اللي هنشتغل منه يعني؟ مش هيبقى فيه كتاب كده هارد كوبي وبتاع؟ لا مش ضروري، انت بقى ابقى صور منه او يعني انا هنزله لك كسوفت كوبي وانت اتعامل، عايز تطبع منه حاجه، عايز تصور منه حاجه، تذاكر منها براحتك، دي حاجه ترجع لك. طيب دكتور من الكتاب ده بقى، من الكتاب ده ايه الشابترز اللي هندرسها؟ طبعا شابتر 1 سيبك منه، ده بيبقى انترودكشن، تعريف بالكاتب، تعريف مش عارف، لكن احنا هنبدا من شابتر 2. طب في تشابتر 2 هناخد حاجه اسمها الفورس فيكتورز. شابتر 4 مفيش تشابتر 3 يا ولاد، شابتر 3 كانسل. شابتر 4 هناخد حاجه اسمها فورس سيستمز اند ريزلتنس. طبعا خلي كل شابتر في وقته هقول لك العنوان معناه ايه يعني. وهناخد تشابتر 5 اللي هو الايكوليبريم اوف ريجيد بودي. وبعدين تشابتر 6 هناخد حاجه اسمها استراكشرال اناليسيز، او بالعربي بنسميها تحليل منشآت، يعني ازاي بجيب لك منشأ وهو في حاله ايكوليبريم، ازاي تعمل لي اناليسيز وتطلع لي القوه اللي عليه او الفورسز اللي عليه. هناخد تشابتر 7 حاجه اسمها الانترنال فورسز، وتشابتر 9 سنتر اوف جرافيتي، وتشابتر 10 حاجه اسمها المومنت اوف انرشيا. ادي الكورس بتاعنا. طيب حاجه ثانيه يا دكتور قبل ما نبدا في الكورس، الكورس بتاعنا قد ايه؟ 100 ماركس، 100 درجه. حضرتك بتتقسم ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم 60 على الفاينل اكزام، ما شاء الله 60 اه، و 25 على الميد تيرم، تمام جدا. وايه تاني بقى؟ ال 15 ماركس اللي باقيين يا اولاد بيبقوا اعمال سنه، بيبقوا ايه بقى؟ 5 على اللاب بلس 5 كويز، لو عملنا كويز واحد هيبقى من 5، لو 2 كويزز
هناخد الافرج ليهم، هيبقى الاثنين من خمسه لكن بناخد الافرج بلس الخمسه الاخيره بتبقى على الاتندنس خصوصا في السكيشن اكتر يعني. بس يا ولاد كده كام يا دكتور؟ كده ال 100 درجه اهو. طيب خلاص اوكي، يبقى حضرتك بعد المحاضره هتنزل لنا لينك الكتاب يا دكتور حسين. ايوه تمام. وايه كمان بقى؟ ايه كمان تخيلوا؟ مش هنزل لك لينك الكتاب بس، لا ده انا هنزل لك كمان زي تيبل كده يا ولاد، تيبل فيه الشابتر وفيه بقى قصاده ايه هي الاكزامبلز اللي انت محتاجها في كل شابتر والبروبلمز. حد يقول لي يا دكتور حسين طب يعني دي الواجبات بتاعتنا؟ لا لا لا، ده الحاجات اللي في الكتاب اللي انا عايزها منك، اللي انا هشتغل منها في الليكتشر، والمعيد هيشتغل منها في السكشن، واللي هنطلب منك فيها الاساينمنتس او الواجبات بتاعتك. خلاص يعني يا دكتور افتح الكتاب بعد ما حضرتك ترفعه لنا وحل منه اي حاجه؟ لا، انت هتبقى ملزم بالتيبل اللي انا هنزله لك ده مع لينك الكتاب. خلاص، لان في ناس بتروح تشطح وبتروح في حتت احنا ممكن ما قلناهاش، فيقعد يضرب اخماس في اسداس ويقول لك الله ده ايه يا عم الكلام ده الدكتور ما قالوش. يا حبيبي خلاص، ما انا بقول لك اهو التزم بالتيبل اللي انا هنزله لك ده مع لينك الكتاب. بس انت هتتحرك وذن التيبل ده من خلاله هو يعني. نبدا الكورس بتاعنا على طول اهو يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 2 العنوان بتاعه ايه يا ولاد؟ فورس فيكتورز. ليه يا دكتور؟ ليه يا دكتور حسين تبتدي معانا بشابتر بالاسم ده بالعنوان ده؟ اقول لكم يا ولاد بصراحه، اهم عنصر عندنا في الاستاتكس هي الاكتنج فورسز. نعم يا دكتور، اهم عنصر عندنا في الاستاتكس الاكتنج فورسز، يعني يا اولاد اللي بيحقق الايكوليبريم هي اكتنج فورس. طب واللي ممكن يعني يسبب ان الجسم يبقى نوت ان ايكوليبريم هي الاكتنج فورس. يعني عارفين يا اولاد ان ربنا ان شاء الله احيانا على خير ورحنا الترم الثاني في الداينامكس هنتعامل مع كم كميه او كم كوانتيتي؟ يوه ما تعدش. هنتعامل مع الفيلوسيتي والاكسلريشن والكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي والمومنتم والديسبيسمنت والديستنس، كميات كتيره قوي قوي يا اولاد هنتعامل معاها في الداينامكس. لكن تخيلوا في الاستاتكس اهم كميه احنا شغلنا كله قايم عليها هي الاكتنج فورسز. فمش عيب ابدا، مش عيب ابدا ان انا ابدا الكورس بتاعي بالاهتمام بالفورس دي، بمعنى هي اوريدي فيكتور كوانتيتي. اهلا وسهلا يا دكتور، كلنا تقريبا عارفين ان الفورس هي كميه متجهه. طب احنا بقى لما هنيجي ندرس احنا هنهتم بايه يا اولاد؟ اهو how you can write, how you can write any force as a vector. ده من خلال ايه يا دكتور؟ يعني ايه؟ حضرتك مش فاهمين اصلا اللي انت كاتبه. لا انا عايز اعلمك تتعلم ازاي تكتب الفورس كفيكتور. ان انا اعمل ايه يا دكتور؟ ان انت تجيب حاجه اسمها الكومبوننتس of the force. حضرتك تقصد يا دكتور components اللي هي بالعربي، معلش ولا طبعا سامحوني انا بتكلم كده وكده لان في ناس عربي وفي ناس لغات يعني. ماشي، الكومبوننتس اللي هي مركبات الفورسز يا اولاد، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ بيبقوا اتنين في ال2 دي في البلين يعني في المستوى، وبيكونوا المركبات دي يا اولاد ثلاثه في ال3 دي. بجد كده يا دكتور؟ اه تمام فعلا. يبقى احنا هنا هدفنا، لان للاسف يا اولاد في ناس بتبدا الشابتر ده بدايه ممله قوي، يروح يعرف الفيكتورز ويعني ايه فيكتورز ويعني ايه ازاي تاد تو فيكتورز. يا عم لا 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 خالص خالص خالص، احنا هندرس الفيكتورز من وجهه نظر الاستاتكس. ازاي يعني؟ انا هجيب لك فورس يا ابني وعايزك تتعلم تكتب الفورس دي كفيكتور. من العين يا دكتور. حاضر، عينيا الاثنين. اكتبها ازاي كفيكتور؟ ان انت تجيب لي حاجه اسمها الكومبوننتس بتاعتها. طب الكومبوننتس يا دكتور او مرتبات القوى عددها كام؟ على حسب، لو انت في البلين في المستوى يعني في 2 دي هيبقى المركبات اثنين اللي احنا بنسميهم اف اكس واف واي. طب وفي 3 دي يا اولاد في الفراغ بقى في السبيس هيبقوا ثلاثه، اف اكس اف واي واف زد. طيب انا هبدا بايه بقى يا اولاد؟ هبدا ان 2 دي اهو. محاضرتي النهارده هبدا بيه
ال2 دي. يعني حضرتك هتعلمنا ازاي لو انا عندي فرصة في البلين ازاي اجيب لها الكومبوننتس بتاعتها بالظبط كده. والحاله الشهيره جدا جدا يا اولاد اللي كلكم عارفينها وهنقعد نستخدمها لغايه اخر المنهج، اللي هي ايه بقى؟ لو انا عندي فورس اف وعامله انجل ثيتا مع الاكس اكسس، ها، وطلبت منك قلت لك هات لي حاجه اسمها الكومبوننت اوف ذا فورس الونج الاكس اكسس اسمها يا اولاد اف اكس، والكومبوننت الونج الواي اكسس اللي هي الاف واي. ففي قاعده شهيره جدا يا اولاد يقول لك ايه؟ وانت بتعمل وانت بتحلل يعني وانت بتعمل ريزوليوشن، اللي معاها الانجل اللي هي المره دي اكس، اللي معاها الانجل بتاخد كوزاين، واللي عكس الانجل بتاخد ايه؟ ساين. فلو هنا قلت الاف اكس هتساوي ايه؟ هتبقى الفورس مضروبه في كوزاين ثيتا. طب والاف واي يا اولاد هتبقى الفورس في ساين ثيتا. معلش يا دكتور حسين قول تاني كده. اللي مع الفورس هي يا اولاد لو انت بتجيب لها تو كومبوننتس اكس وواي، بتشوف الجيفن انجل مع مين؟ لو الجيفن انجل مع الاكس يبقى الاكس هي اللي بتاخد الكوزاين والواي بتاخد ايه؟ ساين. تمام. طب تيجي ناخد اكزامبل، يلا وقولوا لي هنا هيبقى الشكل ايه؟ يلا اولاد اول اكزامبل اهو مدي لك فورس اوف ماجنيتيود 50 نيوتن، فورس اوف ماجنيتيود 50 نيوتن، والفورس ديت ميكس ان انجل 30 وذ ذا واي اكسس. حضرتك ايه الريكوايرد او ايه المطلوب؟ يلا عايز احسب الكومبوننت يعني البادي دوت مش في حاله اتزان. بعد اذن حضرتك دورك انت بقى كمهندس وباللي انت اتعلمته قول لي ازاي اوصله 30 يبقى الثانيه دي 60. هل ممكن اخد الاثنين كوزاين بس اللي فوق كوزاين 30 واللي تحت اللي هي الاكس كوزاين 60؟ قلت له اه صح، برافو عليك، ماشي. بس ما تحيرش نفسك، دايما عود نفسك تشتغل بانجل واحده، دايما عود نفسك تشتغل بانجل واحده، ما تلخبطش نفسك. هي انجل واحده واللي معاها الانجل كوزاين واللي مش معاها الانجل ساين، ببساطه شديده يعني. يلا ناخد واحده ثانيه برضو على نفس الفكره. يلا اولاد مين يعرف يقولها دي؟ اللي يعرف يقول يقول. ايه يا دكتور الاكزامبل ده؟ فورس اوف ماجنيتيود اوف ماجنيتيود يعني قيمتها 20 نيوتن وعامله انجل 45 بس مع الاكس اكسس. بس استنوا قبل ما تجاوبوا خدوا بالكم ان الفورس دي موجوده في حاجه اسمها الفورس كواد في الربع الرابع. طب يا دكتور انت بتخوفنا يعني ولا ايه؟ لا، عشان تاخد بالك من الاشارات بس، هيبقى مين بوزيتيف ومين نيجاتيف. يلا مين شاطر يقول الاف اكس بكام والاف واي بكام هنا؟ الاف اكس كوزاين 45 هتبقى 20 في كوزاين 45 والاف واي نيجاتيف 20 ساين 45. نيجاتيف ايه؟ 20 ساين 45. معلم برافو عليك يا جدع، اسمك ايه؟ احمد تامر. برافو عليك يا ابو حميد. بص يا اولاد بص، هو احمد عمل ايه؟ احمد عمل ايه؟ معلش يا معلش دكتور. يا دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. هو احنا ممكن نختصرها ونقول ال اف كوزاين 90 بلس 45 على طول وهتطلعها نيجاتيف. يا معلم صح، تمام التمام. اقول لك مفاجاه، ممكن واحد دايما بياخد الانجل اللي مع البوزيتيف اكس اكسس اللي هي هتبقى كام؟ تخيل يعني هاخد الانجل الكبيره قوي دي اللي هي تقريبا تبقى 315 برضه هيطلع الكلام صح، هيطلع هو فاهم حاجة؟ فاللي أنت بتقوله صح واللي أنا هقوله ده صح. دايما يا أولاد عودوا نفسكم الله يخليكم اشتغلوا مع الأنجل الصغيرة دي. طب وبعدين يا دكتور مين اللي يظبط لي الإشارات؟ أنت، أنت اللي هتظبط الإشارات إزاي؟ دايما يا أولاد الكومبوننت بتاعت الإكس لو تو ذا رايت بوزيتيف، لو الكومبوننت بتاعت الإكس تو ذا ليفت نيجاتيف. طب وفي الواي، في الواي لو الكومبوننت بتاعت الواي أبورد لفوق بوزيتيف، لو لتحت نيجاتيف. طب حلو قوي يا دكتور كلامك جميل جدا.
هنا بقى في الاكزامبل ده ايه اللي حصل؟ قول لنا هي ازاي بقت بوزيتيف ونيجاتيف زي ما زميلكم قال. والله ابدا اهي ادي دي الفورس دي لما عملت لها ريزوليوشن راحت تو ذا رايت فبقت بوزيتيف. طب وفي الواي؟ لا راحت تو ذا ليفت، اسف كانت داون وورد لتحت فبقت نيجاتيف. يبقى حضرتك تقصد تقول ما اشتغلش على الانجلز الكبيره؟ اه مش ضروري، اشتغل دايما على الانجلز اللي هي في المساله اللي هي ال 45 الصغيره، بس اظبط اشاراتك بايه؟ الاكس تو ذا رايت بوزيتيف تو ذا ليفت نيجاتيف. طب والواي؟ upward او لفوق بوزيتيف لتحت نيجاتيف. بس يلا اكزامبل تاني اهو عشان بس حد يظبط لي موضوع الاشارات ده اهو. يلا فورس اف يا اولاد ب 30 نيوتن، والمره دي الانجل اهي، الانجل دي هاخدها مثلا 70. يلا عايز يا دكتور، عايز حد يقول لي في الاكزامبل ده، خلاص اخر واحده في الحاله دي في الاكزامبل ده الاف اكس والاف واي ويظبطهم لي باشاراتهم. ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس. الاف نيجاتيف اف واي دايما نبدا باكس. هائل. الاف اكس هتبقى ايه؟ 70 نيجاتيف 30 ساين 70. جدعه برافو عليك، ساين 70. طب والاف واي؟ نيجاتيف 30 كوساين 70. برافو عليك صح. ايه ده يا دكتور الاثنين نيجاتيف؟ اه الاثنين نيجاتيف. اه ايه المشكله؟ لان الاف اكس دايركتد تو ذا ليفت والاف واي دايركتد داون وورد، خلاص يبقى الاثنين نيجاتيف. طيب في احيانا كثيره يا اولاد، في احيانا كثيره ما بديلكش الانجل كديسيمال فاليو كرقم، يعني كرقم، يعني في كل الاكزامبلز اللي فاتت الانجل بتاعت الفورس الدكتور كتر خيره كتر خيره اداني مره الانجل 70، اداني مره الانجل 45، مرة الانجل 30. لا مش دايما، مش دايما الفورس بحدد لك اتجاهها بانجل كده. امال ايه؟ لا في بعض الاحيان ممكن ادي لك الانجل من خلال حاجه اسمها الرايت انجل تراينجل. ولا فاهمين حاجه يا دكتور؟ يعني ايه؟ ادي اكزامبل اهو يا اولاد، لو قلت لكم اولاد ان دي فورس ب 50 نيوتن والفورس دي دايركتد along the direction along the direction given by the right angle triangle اللي هو 4 3 5. ده ايه ده يا دكتور؟ فورس فورس رايحه في اتجاه مش مدي لك الانجل بتاعته صراحه. امال ايه؟ لا مدي لك الدايركشن او الاتجاه من خلال مثلث قائم كده. طب وعايز ايه يا دكتور؟ برضه عايز الاف اكس والاف واي. في ناس بتعمل ايه بقى؟ اسمعوني في الحته دي يا اولاد عشان انا هوفر لك في الوقت قوي. في ناس هتقول لي خلاص يا دكتور حسين ما يعني ما تزعلش حضرتك، يعني صعب عليك تدينا الانجل كرقم، انا هطلعها اهو. لو سميت الانجل دي ثيتا يا دكتور هجراح على جنب كده اقول له ان تان ثيتا، ما هي الثيتا دي هي دي ثيتا دي، هيبقى تان ثيتا ايكوالز الاوبوزيت على الادجيسنت المقابل على المجاور، هتبقى 3 اوفر 4. اقول له اه جدع يا ابني. وبعدين ابدا يا دكتور على الكالكوليتر هعمل لها شيفت تان هطلع قيمه الثيتا. اقول له اه يا ابني وبعدين وبعدين، يقول لي بقى هحكي الموضوع تاني زي ما حضرتك حكيته فوق، هيبقى مع الانجل كوزاين وعكس الانجل ساين. اقول له بصراحه يا ابني لو عملت كده بصراحه برافو عليك، محدش يقدر يغلطك. لكن بالعكس انا عايز اعلمك طريقه ولا هتحسب تان ولا ساين ولا كوزاين زي الحاله اللي فوق. امال ايه يا دكتور؟ انا هنا يا اولاد هقول لك في حاجه اسمها الهوريزونتال ريشيو وحاجه اسمها الفيرتيكال ريشيو. نعم يا دكتور؟ الهوريزونتال ريشيو النسبه الافقيه والفيرتيكال ريشيو. مش فاهمين حاجه يعني ايه الهوريزونتال ريشيو دي؟ الهوريزونتال ريشيو اللي هي تعادل الكوزاين، يعني هنا اللي هي تبقى 4 اوفر 5 4 على 5. طب والفيرتيكال ريشيو النسبه الراسيه اللي هي 3 اوفر 5. طب انت عايز ايه يا ابني؟ اه انا عايز يا دكتور حسين الاف اكس، عداك العيب خلاص، يبقى الفورس مضروبه في الهوريزونتال ريشيو هو النسبه يا اولاد اللي مع الاكس الاربعه ولا الثلاثه؟ لا الاربعه خلاص، يبقى الهوريزونتال ريشيو اللي الدكتور يقصدها 4 اوفر 5 على طول. يا دكتور ما دي الكوزاين يا حبيبي، فاهم؟ بس انا بقى خلاص مش هقول لك كوزاين ولا ساين. ليه؟ ليه؟ ما اصل زي ما واحد اختار دي الثيتا ممكن كان واحد يختار لا دي الثيتا. فهنا في ناس للاسف يا اولاد بتتلخبط. طب انا في الحاله دي هاخد مين كوزاين ومين ساين؟ لا يا معلم ما تجيبليش بقى هنا لا سيرة كوزاين ولا ساين، انا ريحتك اهو. امال ايه؟ ال 50 الاف اكس هتبقى الفورس
مضروبه في الهوريزونتال ريشيو. يعني ايه يا دكتور الهوريزونتال ريشيو؟ السايد الهوريزونتال على الهايبوتنس، يبقى 4 اوفر 5. طب والاشاره بتاعتها نيجاتيف. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لانها دايركتد تو ذا ليفت. طب والاف واي هتبقى 50 برضو، بس مضروبه بقى في الفيرتيكال ريشيو اللي هي هتبقى كام يا اولاد؟ 3 اوفر 5، والاشاره بتاعتها هتبقى بوزيتيف. ليه يا دكتور بوزيتيف؟ ليه؟ لان الاف واي هتبقى لفوق. طب كلام جميل. يعني معنى كلام حضرتك ده يا دكتور مش هتشتغل ساين وكوزاين لما تديني رايت انجل ترانجل، ما اقولش بقى ساين وكوزاين يا عم، ولا ساين ولا كوزاين، كبر دماغك بقى خلاص. اضرب في الهوريزونتال ريشيو في الفيرتيكال ريشيو بس. الله يبارك لكم كلكم يا اولاد اهو، الله يبارك لكم. ما تنسوش الاشارات، يعني حته الاشارات البوزيتيف والنيجاتيف دايما تبقى في بالك. طيب اوكي دكتور، هو هنا الاف اكس كرقم هتطلع بكام؟ هتطلع نيجاتيف 30، انا اسف لا نيجاتيف 40، معلش نيجاتيف 40. طب والاف واي هتطلع بوزيتيف 30. طيب بالنتائج دي يا اولاد، بالنتائج دي الاف اكس والاف واي، لو طلبت حاجه فورمال، يعني فورمال مش اكتر، لو قلت لك رايت ذيس فورس، رايت ذيس فورس ان ذا فيكتور فورم، يعني عايز اكتب الفورس يا اولاد كفيكتور كده كمتجه، بالنتائج دي حد عنده فكره تتكتب ازاي؟ ايوه يا دكتور، هنقول سالب 40 هتبقى 40 اي نيجاتيف 40 اي نيجاتيف 40 اي بلس 30 جي. برافو عليك يا اولاد، تمام هايلين، عداكم العيب. طيب تيجي ناخد اكزامبل اخير على حته ال 2 دي اهي يا دكتور، اهو ادي فورس اهي. معلش الاي والجي دول ايه بالظبط يعني؟ الاي بص يا حبيبي، الاي والجي انت كنت عربي سين وصاد، اللي هم سين وصاد. برافو عليك. الاي صح؟ لا لا تمام، واستنى هقول لك كمان. الاي ده يا اولاد الاي ده اليونت فيكتور اللي في اتجاه الاكس. يعني انا مثلا عايز اشاور لك واقول لك ايه يا ابني، عايز اشاور لك واقول لك خد بالك خد بالك ان الفورتي دي، الفورتي دي في اتجاه الاكس، فبكتب جنبها الاي. ده تدليل على ايه او تاكيد على ايه؟ انها في اتجاه الاكس، فبستخدم اليونت فيكتور او متجه الوحده في اتجاه الاكس اللي هو الاي. طب وايه الجي ده يا اولاد اللي هي الصاد؟ دي اليونت فيكتور او متجه الوحده في اتجاه محور واي بس. ولسه في السبيس العين يا دكتور، العين هتبقى اسمها كي بقى، بس دي هتستخدمها العين هتبقى اسمها كي، كي كاب. كلمه كاب يا اولاد يعني حاجه زي الطاقيه كده اللي هي بص شايفين دي كده، اي عشان بس في ناس بتستغربها، يعني هي بس يعني عشان اثبت لك ان هي يونت فيكتور، يونت فيكتور يعني مش فيكتور تقليدي، فبحط عليها كاب كده زي الطاقيه بميزها شويه بس. يعني هو متجه يا اولاد مقداره واحد، مقدار واحد وفي اتجاه محور اكس، والجي كاب هو متجه او فيكتور مقداره برضو اليونتي او الواحد او واحد بس في اتجاه محور واي وهكذا. يلا اتجاه العامل رايت انجل ترانجل 12 و5. اهلا وسهلا. اه حضرتك عايز ايه بقى؟ يلا يا اولاد عايز الاف اكس والاف واي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. اف اكس هتبقى 260 في 5 على 13. برافو عليك، بس انت سبقتي جدعه. هو المفروض إيه لو طب اسبوري اسبوري لسه ورس، لسه ورس هتبقى هتجاوبي ما تخافيش اسبوري. هو مبدئيا طالما الدكتور اداني التراينجل ناقص كده لا انا اكمله، ففعلا من فيثاغورس او بايثاغورس هتبقى 30 جدعه. وبعدين بقى قولي يلا يا بنتي انا كده سامعك. هتبقى سالب 260 في 2 على في 12 على 13. سالب 260 في 12 على 13 تمام. طب والاف اكس معلش قوليها لنا تاني. 260 في 5 على 13. بس كده تمام. فين المايك بقى؟ حاضر. فدي هتطلع كام يا اولاد؟ دي هتطلع 100 ودي هتطلع كام يا ربي؟ نيجاتيف 240. طب من هنا يا دكتور، من هنا لو حبيت اكتب الفرشه دي كفيكتور برضو لو انا اديت لك فرشه اهي اهي فورس، قلت لك مثلا الفورس دي 170 نيوتن، وقمت قايل لك مثلا
المسافة دي 150 ودي نقول 80 سنتي. خلاص يا أولاد؟ يا دكتور إيه الكلام الغريب ده؟ برضو ممكن تشتغلها في صغورس وتشتغلها نسب. وفي ناس شاطرة يا أولاد، في ناس شاطرة ممكن تجيب الأنجل. لا مش فاهمين يا دكتور، يعني لو أنا اشتغلتها في صغورس يا أولاد، مين شاطر يقول لي الضلع ده اللي هو الهايبوتنوس هيبقى طوله كام؟ 170 سنتي. برافو عليكم، صح. هيبقى سكوير روت، سكوير روت جذر تربيع ده سكوير بلس ده سكوير، فده يطلع 170. بس بعد ما طلعت ال 170 ممكن اشتغلها بطريقه النسب اللي الدكتور قال عليها. ازاي بقى؟ هيبقى الاف اكس هنا هتبقى ال 170 اللي هي الفورس في الهوريزونتال ريشيو اللي هي هتبقى كام؟ هتبقى 150 على 170. والاشاره نيجاتيف. برافو عليك، صح. فهتطلع في الاخر نيجاتيف 150 نيوتن. طب والاف واي يا دكتور بنفس المنطق، هتبقى بوزيتيف ال 170 مضروبه في 80 على 170 فهتطلع في الاخر 80. طبعا الارقام هنا يا اولاد طبعا هتلاقيها 170 و170 فهي صدفت كده يعني. دكتور معلش معلش انت بس حضرتك مش كاتب الاكس والواي، فانا مش عارف برده ودايما يعني خلاص اوكي يعني دايما الاكس اللي هو السين والواي اللي هو الصاد بس. طب استنى لا كمان ده انا هضيف لك حاجه، وخد بالك اللي انا هقوله ده ما بيتغيرش. دايما البوزيتيف اكس او السين يعني دايما تو ذا رايت ناحيه اليمين. طب والبوزيتيف واي يا دكتور او الصاد دايما بيبقى اب او لفوق. فحتى معلش لو انا تجاوزا يا اولاد وانا بشرح ما رسمتهمش، لا انا فاهم يا دكتور، انا فاهم ان 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 حضرتك تقصد ان الاكس تو ذا رايت والواي اب لفوق. تعالوا نتكلم يا اولاد في كونسبت، طالما انا كده في ال2 دي ذا ريزلتنت اوف اني نمبر، يعني بس اوقات بتقابلنا فعلا لو انا عندي اولاد مجموعه فورس زي اف 1 واف 2 واف 3 واف 4 وعايز ايه يا دكتور؟ كلهم انترسكتد ات ا بوينت، تمام. حضرتك عايز ايه بقى؟ عايز اجيب الريزلتنت بتاعتهم حاجه اسمها الاف ار. الاف ار از a magnitude and direction. وعايز تجيب الريزالت اللي هي بالعربي اسمها المحصله بتاعتهم يا اولاد، المحصله. فبتعمل ايه؟ بتمسك كل فورس تعمل لها ريزوليوشن في الاكس وفي الواي. يعني الاف 1 اجيب لها اف اكس واف واي بتوعها، طب والاف 2 نفس الكلام اجيب لها الاف اكس والاف واي بتوعها بالطرق اللي انا علمتها لك فوق، والاف 3 كذلك والاف 4 كذلك. طب وبعدين يا دكتور؟ حضرتك بتجمع الاكسات كلها مع بعض، الكومبوننتس اللي في الاكس بتعمل لها اد كلهم لبعض. عضيفهم يا دكتور؟ اه. اللي تو ذا رايت بالبوزيتيف واللي تو ذا ليفت بالنيجاتيف. وبطلع حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ بطلع حاجه اسمها الاف ار اكس. لا والله يا دكتور حسين مش فاهمين حاجه، حضرتك بتعمل ايه؟ بعد ما تعمل الريزوليوشن الله يفتح عليك. بطلع حاجه اسمها الاف ار اكس وهطلع حاجه اسمها كمان الاف ار واي. طيب بعد ما بطلع الاف ار اكس والاف ار واي بعمل ايه؟ تعالوا اقولها لكم بقى بالاكزامبل. يعني هاخد يا اولاد اكزامبل صريح. تعالى نشوف ايه الاكزامبل اللي الدكتور بيقول عليه، ولو انا اديت لك اي عدد من الفورسز ازاي اقدر اطلع الريزلتنت ليه. يلا اولاد ناخد اكزامبل اهو. دكتور قول يا حبيبي. المحاضره بتتسجل صح؟ اه يا حبيبي. تمام ماشي. بص يا اولاد انا عندي اهو هبتدي معاكم بكيس سهله جدا، ادي الاكس وادي الواي، وعندي تو فورسز. الفورس الاولانيه اللي هي الاف 1
افتكر بس الاف 1 دي 100 نيوتن وبيقول لي انها عامله مع الاكس انجل 15. طب وفي فورس ثانيه يا اولاد اف 2 150 نيوتن بس عامله مع الواي انجل 10. عايز ايه يا دكتور؟ ايه المطلوب؟ اهو الريكوايرد بيقول لي فاين الاف ار الريزلتنت. بص يا اولاد السؤال از ا ماجنيتيود يعني كقيمه دايركشن يعني عايزها كمان كاتجاه. حاضر. بالطريقه اللي الدكتور قال عليها اللي هي الطريقه السهله هيبتدي يعمل ايه؟ بصوا يا حضرات انا همسك كل فرصه في الاثنين. بصوا يا اولاد ما تتلخبطوش انا دلوقتي تركيزي كله على المية. ها بصوا على المية. المية عامله مع الاكس انجل 15. ها يبقى لما اجي اعمل لها ريزوليوشن هتبقى هنا مع الانجل يبقى 100 كوزاين 15 وهنا هنا هتبقى 100 ساين 15 75. اصبر بقى اصبر لا مش مهم الارقام دلوقتي. طيب طب وبعدين روح للاف 2 هي كمان اعمل لها ريزوليوشن مع الواي تبقى كوزاين كوزاين 10. برافو عليك اهي هختار لون تاني اهو. اصبر مثلا نقول اللون ده ماشي. فيبقى هنا عندك ال 150 كده في الاتجاه ده 150 كوزاين 10 مع الواي وفي اتجاه الاكس هتبقى 150 ساين 10. طيب انت كده عملت الريزوليوشن. الخطوه اللي بعد كده تعالى طلع بقى الاف ار اكس والاف ار واي. الكلام سهل جدا اهو هنجمع كلهم. الكلام ده الاف ار اكس بالصدفه يا اولاد الاثنين اللي في الاكس الاثنين تو ذا رايت نفس الاتجاه يبقى الاثنين بالبوزيتيف. فانت وانت بتعمل لهم اد الاثنين بالبوزيتيف ماشي اوكي. يبقى 100 كوزاين 15 بلس 150 ساين 10. طبعا لو حد فيكم معاه كالكليتر وحسبها لنا يبقى كتر خيره. الاف ار واي الاف ار اكس هتبقى 100 ساين 15 بلس 150 كوزاين 10. كوزاين 10 ها 173.6 1 لا 7, لا تحت الواي ماشي يا معلم ما تزعلوش. حاضر اللي فوق تقريبا اللي فوق 122.6 ماشي 122.6 نيوتن ودي 173.6. طيب هسألكوا سؤال عبيط يعني واضح يا دكتور ان الاثنين الاف ار اكس طالعه بوزيتيف والاف ار واي طالعه بوزيتيف. حلو قوي. الاف ار اكس معنى انها بوزيتيف فلو انا برسمها يا اولاد هرسمها ناحيه اليمين يبقى ادي الاف ار اكس. طب يا دكتور الاف ار واي هي كمان طالعه بوزيتيف ده معناه انها لفوق. ادي الاف ار واي. فين حضرتك بقى الريزلتنت اللي انت سائل السؤال عليها؟ في قاعده يا اولاد يقول لك اذا كان الاف ار اكس والاف ار واي هما التو سايدز التو سايدز اوف ذا باراليلوجرام او بالعربي ضلعين في متوازي الاضلاع يبقى لو انا كملت ده كده يا اولاد يبقى الريزلتنت اللي انت بتدور عليها هي الدياجونال اوف ذا باراليلوجرام او القطر يا اولاد الجماعه بتوع العربي ها الدياجونال او القطر بتاع الباراليلوجرام. يبقى لو دي الاف ار وده الدايركشن بتاعها اللي هو الثيتا اللي انا بدور عليه يبقى بايثاغورس يا اولاد مش ده قائم ده 90 درجه. يبقى الاف ار الاف ار دي الاف ار ممكن اجيبها كماجنتيود. الاف ار كماجنتيود هتبقى سكوير روت للاف ار اكس سكوير بلس الاف ار واي سكوير. يبقى كرقم هتبقى سكوير روت لل 122.6 سكوير بلس 173.6 سكوير. اوعى تنسى السكوير. هتطلع كام؟ تطلع 212.5 تقريبا. 125.5 ازاي يا ابني؟ صح يا دكتور صح يا دكتور 212 مستر بوينت 5 صح. طيب بص يا اولاد بص يا اولاد طب حضرتك كده جبت يا دكتور الماجنتيود صح. طب بالنسبه بقى للثيتا عادي جدا يا دكتور ما هي دي الثيتا خلاص يبقى تان ثيتا تان ثيتا بتساوي المقابل اف ار واي اف ار اكس
الله يفتح عليك. المقابل على المكان او الاوبوزيت، الاوبوزيت على الادجست، يبقى اف ار واي على الاف ار اكس، يبقى هتطلع كام بقى؟ ال 173.6 ديفايدد باي 122.6. يلا يا اولاد هيطلع رقم هنا ما يهمنيش، المهم انت على الكالكوليتر قول لي في الاخر 54.7 54.8 انا متاكد من الرقم 0.7 حاجه صح، تطلع تقريبا 0.76 approximately 0.8. الله يفتح عليك. طيب هنا يا اولاد، هنا الدكتور طلع الريزلتنت او المحصله بطريقه جميله جدا جدا جدا. طب لما هتفتحوا الكتاب هتلاقوا حالل بطريقه ثانيه، طريقه اسمها الباراليلوجرام ميثود او طريقه متوازي الاضلاع. ولا يا دكتور سيد حضرتك كنت عايز اسال، اسال هو السيتا اللي طلعتها دي فين بالظبط؟ اللي هي الانجل اهي، الانجل اللي عاملها الريزلتنت مع الاكس اكسس اهي، شايف الريزلتنت دي المحصله دي اهي. هي عامله مع الاكس اكسس انجل فيت. تمام، يعني الانجل دي دايما بتبقى مع الاكس اكسس. برافو عليك. خد بالك خد بالك، يعني هو السؤال هو اللي بيحكمك. لو انا قلت لك دايركشن وسكت يبقى منطقي او الديفولت انت بتجيب الدايركشن مع الاكس. بس انا اوقات اريح الطلبه، اريح الطلبه اقول لك ايه مثلا، ذا دايركشن فايند ذا دايركشن اوف ذا ريزلتنت فورس relative to the positive x-axis. عارف كده السؤال لما يجي كده الطالب يرتاح ليه بقى؟ خلاص الدكتور محدد لي انا هجيب الريزلتنت او اتجاه الريزلتنت مع مين؟ مع البوزيتيف اكس. يعني مثلا في مره من ضمن المرات مثلا جبنا مساله كده اهي، جبنا مساله اهي، فالريزلتنت يا اولاد طلعت ازاي؟ طلعت عامله كده اهي، ادي الاف ار والانجل دي 30. فاحنا السؤال يا اولاد كان ام سي كيو، السؤال كان ام سي كيو، فقلت له بقى ذا انجل ثيتا ريلاتيف تو ذا بوزيتيف اكس اكسس. وممكن يديله اختيارات، الاختيار الاولاني الاختيار ايه؟ انها 30. الاختيار الثاني نيجاتيف 30. الاختيار الثالث قلت له انها 210. الاختيار الرابع قلت له انها 150. مين شاطر يقول لي؟ تبقى سي يا لذيذ. برافو عليك. لا لا، اللي قال الاختيار ده سي هو اللي صح. الانجل يا اولاد ريلاتيف تو ذا بوزيتيف اكس اكسس، ودايما القياس بتاعك بيبقى انتي كلوك وايز. انتي دكتور معلش قول، هو لو جاب لي في الاختيارات نيجاتيف 150 تعتبر برضو صح مش كده؟ معلم انت عيل معلم، الملحوظه اللي قالها زميلكو دي هايله. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي ويليام. جدع يا ويليام، برافو عليك، انت خدتها من على لساني. على فكره كنت لسه هقول ايه هي. بص يا اولاد، اي قياس للزوايا انت بتبتدي دايما من الاكس. انا واقف هنا حاضر، عايز توصل ليه يا دكتور؟ انا عايز اوصل لللاين ده. لو ابتديت تلف كده 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 انتي كلوك وايز، انتي كلوك وايز الانجل بالبوزيتيف، فيبقى فعلا الثيتا هنا هتبقى 210 بالبوزيتيف. طب يا دكتور لو لفيت كده الانجل بالنيجاتيف. ايوه برافو عليك، الانجل بالنيجاتيف. فلو زميلكم كلامه صح، لو كان اداني من ضمن الاختيارات نيجاتيف 150 كانت تبقى صح. بس طبعا لو حط، مش هينفع يحط الاجابتين صح في نفس الوقت، لازم واحده. فكان وارد جدا يعمل ايه؟ كنت ممكن اخلي دي كده ودي كده لو غيرت. لا، في الحاله دي يبقى انا بصعب كلامي، يبقى الاجابه الصح اللي تحت. بس يا ابني ملحوظه، يمكن عايز اقول لك الملحوظه دي كنا ممكن نقولها قدام شويه. فعلا دايما يا اولاد في قياس الزوايا ابدا دايما من عند الاكس اكسس. يا دكتور وبعدين لف ووصل للخط اللي انت عايزه، اللي انت عايز تحسب زاويته. لو لفيت عكس عقارب الساعه يبقى الانجل بتاعتك بوزيتيف، لو لفيت كلوك وايز او مع عقارب الساعه يبقى الانجل اللي انت قستها بالنيجاتيف. ماشي اوكي، تمام جدا جدا جدا. انا كنت هقول ايه بقى؟ كنت هقول لك نفس المساله اللي فاتت يا اولاد، معلش، لكن another solution
by using the parallelogram method. ايه يا دكتور الطريقه دي؟ اللي هي بالعربي يا اولاد يقولوا عليها طريقه متوازي الاضلاع. يعني ايه يا دكتور مش فاهمين؟ بص يا سيدي، مش انت كنت مديني التو فورسز كده، دي ال 100 ودي ال 150، حصل يا دكتور؟ طب لو انت قدرت تكمل لي بيهم، قدرت تكمل بيهم باراليلوجرام كده، يعني كملت باراليلوجرام، يبقى اكيد الريزلتنت هي دي. مظبوط، حضرتك لسه قايل كده ان لو التو فورسز هما التو سايدز اوف ذا باراليلوجرام، يبقى اكيد المحصله هي الدياجونال اوف ذا باراليلوجرام. طيب في الحاله دي يا اولاد، في الحاله دي لو انا قلت ان دي 150 يبقى دي 150. طيب الانجلز اللي حضرتك قلت لنا عليها ممكن تقولها لنا تاني؟ اه طبعا ممكن. اهي انا كنت قايل الانجل دي 15 والانجل دي 10، مش كده؟ مظبوط. طيب لو الانجل دي 15 ودي 10 يبقى الانجل اللي جوه كام يا اولاد كلها؟ هتبقى 65. ده يبقى مرة ايه يا دكتور؟ اشمعنى يعني؟ ما هو المفروض الانجل يا اولاد اللي ما بين الواي والاكس كلها 90، كلها 90. فلو اللي فوق دي 10 واللي تحت دي 15، يبقى اللي في النص هي 90 ناقص دي ناقص دي، فهتطلع 65. طب هاي لو دي 65 يبقى اللي قصادها الناحيه الثانيه اللي هي بيسموها كومبلمنتري او المكمله ليها، فلو دي 65 جدع يا بنتي، برافو عليك 115. طيب حضرتك عايز ايه بقى دكتور حسين؟ بالراحه بقى، انا عايز الاف ار دي يا ابني. طيب حضرتك اصبر بايس، اصبر يا ابني سيبنا كمل. دلوقتي حضرتك عندك تريانجل اهو زي الفل اللي تحت ايه؟ وزان الول جدع. بس طب اديني فرصه اكمل، حاضر عشان زمايلك. بس بص يا حبيبي، دلوقتي انا عندي تريانجل، فعلا التريانجل ده يا اولاد انا عارف فيه ضلعين، واحد ب 100 والثاني ب 150، ده مش كده وبس كمان يا دكتور، ده انا عارف الانجل اللي ما بينهم، اللي ما بينهم اللي هي ال 115، يبقى من الكوزاين لو اهو فعلا زي ما زميلك قال لي الكوزاين لو. هقول ايه بقى؟ الريزلتنت الاف ار، هكتبها تحت اهي يا اولاد، اهي الاف ار يا دكتور سكوير، هتساوي الضلع الاولاني سكوير اللي هو ال 100 بلس الثاني سكوير ماينس 2 في الاول، الاول في الثاني لقيت الكوزاين الانجل ما بينهم اللي هي 115، هتطلع بكام يا اولاد؟ هحسب الرقم ده يا دكتور حسين على الكالكوليتر واخد الروت، اخد الجذر، هتطلع الاف ار، وانا سايب ايديا، وانا سايب ايديا متاكد لازم تطلع نفس الاجابه اللي كنت طلعتها من شويه، ال 212.5. مستر مش المفروض دكتور مش المفروض يبقى بلس اللي في النص؟ لا انت هتشتغلها بلس لو اشتغلت على ال 65، على الانجل ال 65. انا اشتغلت على ال 65. لو اشتغلت على ال 65 يبقى الاشاره دي بلس، اه هتاخدها بلس، لكن لو اشتغلت على ال 115 يبقى الاشاره اللي ما بينهم ماينس. تمام. طيب معلش يا دكتور قول، هو ليه ماينس وليه يعني ليه اخدت ال 65 الانجل ما بينهم؟ فهتطلع في الاخر الايه؟ في كوزاين سي. يبقى السبب يا اولاد، السبب ان دايما الكومبوننت اللي في اتجاه ما بتاخد كوزاين، سببه الدوت برودكت او الضرب القياسي. طب نيجاتيف الترم ده، طيب انت عارف ان الكوزاين في الربع الثاني مالها؟ الكوزاين في الربع الثاني نيجاتيف، ايوه صح ولا لا؟ فانت عندك قاعده بتقول ايه؟ ان كوزاين 180 ماينس ثيتا بتبقى نيجاتيف كوزاين ثيتا. مظبوط. فانت عندك هنا كوزاين ال 115 هتطلع نيجاتيف كوزاين ال 65، فالماينس مع الماينس هتحولها لبوزيتيف. ايوه تمام. طب انت بقى، انت هتقول لي يا دكتور حسين انا احفظها ازاي؟ انت احفظها بالكوزاين لو، يعني دايما استخدم النيجاتيف عشان ما تتلخبطش. تمام. يعني انت بص جوه الترينجل، طالما انت شغال بالكوزاين لو جوه الترينجل عادي، يبقى دايما هتاخد الاشاره هنا نيجاتيف مش بوزيتيف. طب حته الانجل بقى الدايركشن هنا اصعب. ليه يا دكتور؟ هقول لك.
بصوا يا اولاد اهو شايفين دي يا اولاد، معلش انا هسمي الانجل دي بعد اذنكم يا اولاد اهي، هسمي الانجل دي فاي. فاي عايز ايه يا دكتور؟ بصوا كده يا اولاد انا هكبر شويه على قد ما اقدر. يلا يا اولاد هسمي الانجل دي فاي. الفاي دي مش هي دي اللي انا عايزها. نعم امال حضرتك ايه؟ انا عايز الفاي بلس ال 15. مش فاهمين حاجه، ايه يا عم الكلام العجيب اللي الدكتور بيقوله ده؟ بص يا حبيبي انا عايز الانجل دي كلها. ما بين الريزلتنت والاكس اكس. طب حلو، دي اللي حضرتك سميتها ثيتا يا دكتور، وطلعتها بالطريقه الاولى بطريقه سهله جدا جدا. احنا يعني مستغربين يا حضرتك بتدينا اصلا الطريقه الثانيه ليه؟ ما انت لازم تعرفها حتى لو مش هتحل بيها. ماشي اوكي. طب انا هعمل ايه بقى يا اولاد؟ المفروض ان انا احسب الاول الفاي، احسب الفاي ومنها اعملها بلس 15 او اعمل لها اد 15. فسؤالي لحضراتكم بقى، الانجل الفاي اللي هي جوه الترينجل اللي هي دي دي، مين شاطر يطلعها لنا ازاي؟ الانجل فاي هو في قانون خدناه اللي هو مثلا اف 2 على اف 1 بلس اف 2 كوزاين الفا. جدع الكلام ده حلو بس حفظه رخم. طب الحل الاسهل ايه؟ يا معلم مش انت عارف السايد ده 150؟ اه يا دكتور، ودي الحمد لله الحمد لله انا عرفتها خلاص 212 ونص. اه صح يا دكتور. طب ما تستخدم الساين لو، الساين لو تاني، الساين لو يا دكتور تاني. اه طبعا. ازاي يعني؟ هيبقى ال 150 على ساين فاي اللي انت عايزها هتبقى ايكوالز ال 212 ونص اللي هي الريزلتنت اللي انت حسبتها على ساين الانجل اللي قصادها اللي هي كام؟ اللي هي ال 115. لا والله يا دكتور مش فاهمين، قول تاني. بص يا اولاد جوه الترينجل ده اللي انا معلم عليه صح ده هيبقى ال 150 ديفايدد باي ساين الانجل اللي قصادها اللي هي الفاي اللي انت بتدور عليها. طب ال 212.5 هتبقى على ساين الانجل اللي قصادها اللي هي ال 115 اللي هي دي. طب ايه القانون الوحيد في الايكويشن دي يا اولاد؟ هنا هنا في الايكويشن دي ايه المجهول الوحيد؟ فاي. الفاي صح ولا لا؟ اهو يبقى ساين فاي هعمل حاجه اسمها كروس مالتيبليكيشن، هودي دي هنا ودي هنا هتطلع 150 ساين 115 ديفايدد 212.5. يلا يا اولاد اللي معاه كالكوليتور يطلع لي الفاي. انا متاكد هتطلع 39.8 من غير ما انتوا تحسبوا. ليه يا دكتور حسين؟ ما هو لازم تطلع كده. ليه بقى؟ عشان لما اجي اقول ثيتا، ثيتا هي فاي بلس 15 هتطلع 39.8 بلس 15 هتطلع في الاخر 54.8. طب انا متاكد دلوقتي يا اولاد ومعظمكم قاعدين بتسمعوني معظمكم متضايق فعلا يا دكتور حسين، ما الطريقه الاولى بتاعه الريزوليوشن كانت سهله، ما كانتش محتاجه الكلام ده كله. ما هو القصه يا اولاد ان الباراليلوجرام ميثود دي برضو انت لازم تعرفها، بس لو انت بتقارن بين الطريقتين الاولى ولا الثانيه، لا طبعا الاولى يا اولاد احسن بكتير بدليل بدليل. طب افرض يا معلم انا جبت لك مساله فيها مش قوتين اثنين زي الاكزامبل السهل ده، فيها اكتر من قوتين، 3 4 5 6 واتيفر العدد ايه. اللي فاتح المايك يقفله يا اولاد بعد اذنكم، اللي فاتح المايك وعمال يقلب في ورق كده وبتاع يقفله. يا اولاد مور ذان 2 فورسز قضي الامر خلاص يا دكتور، الموضوع انتهى. طريقه الباراليلوجرام ميثود فشلت. الباراليلوجرام ميثود الطريقه الثانيه دي اللي حضرتك قلتها يا دكتور تنفع في حاله لو انا عندي 2 فورسز بس بجيب لهم الريزلتنت، لكن لو في مساله فيها مور ذان 2 فورسز لازم طريقه الريزوليوشن كوزاين وساين على طول. اهو يعني مثلا اكزامبل سهل زي اللي انا هقوله لكم ده برضه مش صعب. هنا دكتور سامح ممكن سؤال بس؟ قول سؤال بس. طبعا فوق لما استخدمت الساين، لما استخدمت الساين لو فوق، هو عادي ممكن استخدم الساين لو على اي ترانجل؟ طبعا حقك على اي ترانجل خلقه ربنا. تمام شكرا. يلا يا اولاد يلا يا دكتور
for the example shown in the figure. قول يا حبيبي. هو انا لو عندي مثلا ثلاث قوى ينفع اجيب محصله قوتين في الفيرتي باراليجرام وبعدها اجيب محصله المحصله بتاعت القوتين والقوه الثالثه؟ بيني وبينك صح، بس انت كده مش مهندس. ليه بقى؟ المهندس مينيمم كوست مينيمم ايفورت، صح ولا لا؟ يعني انا عايز اعمل مجهود قليل، يعني انا بديك ثلاث قوى والطريقه بتاعت الثلاث قوى السهله ريزوليوشن كوزاين وساين كوزاين وساين، خلصت صح ولا انا غلطان؟ صح يا دكتور. هل منطقي ان انا اتعب نفسي واروح امسك اثنين فيهم اشتغل لهم باراليلوجرام واقطع نفسي عشان في الاخر اخليهم اثنين واشتغلهم باراليلوجرام تاني؟ هل ده منطق؟ لا طبعا لا. القوه زادت عن اثنين، انسى خالص انسى خالص طريقه الباراليلوجرام. شكرا. اهي اكزامبل زي اللي قدامكم ده، في كام فورس يا دكتور؟ ثلاثة. F1 ب 400 ودايركتد تو ذا ليفت. طب والF2 موجودة في الربع الأولاني يا أولاد وعاملة أنجل 45 مع الواي مش مع الإكس. طب والF3 ب 200 وجيفن باي ذا رايت أنجل تراينجل 345. يلا يا أولاد عايز أكتب كل فورس كفيكتور، يعني إيه يا دكتور؟ عايز أكتبها في الإكس وفي الواي. يلا اللي يعرف يقول لي الاف 1 كام في الاي وكام في الجي اتفضل. الاف 1 نبدا ب نيجاتيف 400 نيجاتيف 400 واي في الاكس اي زائد 0 جي. لو ما كتبتهاش يا دكتور حسين فيها مشكله؟ لا خالص، اللي هي الزيرو دي بس لو كتبتها مش هتخسر حاجه، اكتب زيرو في لانها هوريزونتال. طب معلش يا دكتور ليه نيجاتيف 400 في الاي؟ لانها تو ذا ليفت. طب ال F2 حد يحب يقولها لي؟ 200 over 5. برافو عليك. الإشارات يا أولاد مهمة، ها الإشارات مهمة. طيب من هنا كده عايز حد شاطر على مهله خالص ويظبط الإشارات، ها يلا. then ال FRX بكام؟ هنعمل إيه يا دكتور؟ بالكالكوليتر على مهلك جمع لي الكومبوننتس اللي في الإكس اللي هي كام بقى؟ نيجاتيف 400 ضيف عليها ال 250 ساين 45 ضيف عليها نيجاتيف 200 في 4 اوفر 5 قول لي كده في الاخر 283.2 هتطلع 296.8. هايلين يا اولاد. طب يا دكتور بعد ما طلعت الارقام دي محتاج اجيب الريزلت كماجنيتيود وكدايركشن؟ بص اهو، اولا الاف ار اكس نيجاتيف اي يبقى لازم هترسمها ناحيه الشمال. ادي الاف ار اكس يا دكتور وادي الاف ار واي بوزيتيف هتبقى لفوق. لو قفلت كده الباراليلوجرام يبقى الريزلتنت اهي، وهسمي دي ثيتا يا دكتور. هي دي ثيتا احسبها بس الاول كرقم وبعدين نبقى نتناقش في لو سالتها لك ريلاتيف تو ذا اكس اكسس، بس ان الشكل ده كده يا دكتور. لو عايز الاف ار كماجنيتيود هتبقى السكوير روت للاولاني سكوير بلس الثاني سكوير، هيبقى نيجاتيف 383.2 سكوير بلس 296.8 سكوير. كام الرقم يا اولاد؟ الاف ار هتطلع بكام؟ 484.7. طب والثيتا؟ الثيتا من الشكل ده ثيتا ب 37. هتبقى تان نيجاتيف 1 تان نيجاتيف 1 290 6.8 على
الثانية سيبك من الإشارة هاي أولاد مش مهم الإشارة دلوقتي بخدها كسكيلر فاليو يعني اقسم على FRX كماجنيتيود هتبقى 383 حاضر لا الدوبل باينة لا طبعا اهو كده باينة باينة لسه مش باينة طب انا هقفل وارجع اعمل لها شير تاني حاضر اهو كده باين تمام يا دكتور تمام انا عملت شير للفايل نفسه بصوا يعني اهو في ناس يا اولاد عماله تفتح الشانلز ما اعرفش يا جماعه في ايه المهم يعني ما علينا مش دي السكرين اللي انا عايزها ظهرت كده؟ أيوة. تماما أيوة. أيوة. بصوا يا أولاد هيبقى أنا كنت بقول إن بحسب دلوقتي الثيتا ها الثيتا كماجنيتيود كرقم فرقم هتبقى 296.8 على 383.2 حضرتك بتقول الثيتا تم نيجاتيف 1 الكلام ده هتطلع بكام يا اولاد دي كرقم قولوا لي كده تقريبا 38 ولا كام 37.7.8 يعني خلاص قول تطلع 30 حلو كده حلو اوكي تمام دكتور بس هي اوبتيوس ولا ما انا جاي لك اهو ما انا جاي لك انت طلعتها اوبتيوس برافو عليك صح كده حلو قوي حلو انا بقى لو انت طلعتها دلوقتي انت دلوقتي شغال في الورقه الدرافت في الورقه الدرافت بتاعتك 148 الاصل يا ابني سيبني اكمل اصبر حاضر والله انا دلوقتي طلعت يا اولاد الثيتا عندنا في الدرافت حلو افرض بقى الدكتور جايبها لي في الامتحان ام سي كيو يعني جايب لي السؤال دوت ام سي كيو وامثال السؤال ايه يا اولاد امثال السؤال ثيتا ريلاتيف تو ذا اكس اكسس خدوا السؤال بقى كلوك وايز ها طبعا هدي لك اربع اختيارات مش مهم بقى دلوقتي انا مش في دماغي الاختيارات انا عايز حد يقول لي الريزلتنت فورس دي لو انا بقيسها من الاكس اكسس كلوك وايز الاجابه تبقى كام والاشاره كمان مهمه عامه 218 برافو عليكم اللي قال ده صح ازاي يا دكتور حسين ما هو حضرتك مبدئيا طالما كلوك وايز يبقى الاشاره نيجاتيف فانت هتلف كده يا دكتور اهو حاضر عشان اوصل بقى للخط اللي فوق هلف قد ايه هو السكرين مش عارفه يا دكتور احنا مش شايفين حاضر يا حبيبي والله انا مش انا اللي بقفله بس انا ما اعرفش حد من زمايلكم بيلعب في حاجه والله بتكلم جد في حد بيفتح الوايت بورد في حد فتح سكرين ايوه برافو عليك بيفتح الوايت بورد الناس اللي عماله تلعب وتبوظ لنا المحاضره من اول محاضره كده تمام كده يا دكتور ماشي باينه كده الشير سكرين ولا لا تمام يا دكتور اهو هرسمها لكم تاني يا اولاد اهي الدكتور بيقول ان الريزلت انتهى والانجل دي 38 انت حرك السؤال ايه بقى معلش يا دكتور انت كنت عايز الانجل مقاسه من الاكس كلوك وايز اهي يبقى كل دي
فيبقى الانجل هنا نيجاتيف 218. طب يا دكتور معلش لو كنت جبت لنا نفس السؤال عايز الانجل من الاكس اكسس بس انتي كلوك وايز خلاص يبقى كنت هلف كده ساعتها الاجابه كانت هتبقى كام يا اولاد 180 ماينس 38 كام 142 برافو عليك هتطلع 142 بس بالبوزيتيف خدوا بالكم ها خدوا بالكم لان الاجابات تختلف اهو ده سؤال مثلا ممكن يبقى في الامتحان عليه درجه ولا درجتين يعني حتى مش ممكن اسال سؤال اسالي هي الاف ار عرفت منين ان هي في الدايركشن ده لان لما جيت حسبت الاف ار اكس طلعت نيجاتيف والاف ار واي طلعت بوزيتيف فده معناه ان الريزلتنت موجوده في الربع الثاني عارفه ازاي تعرفيها اه تمام شكرا ما انت بترسمي الاف ار اكس تو ذا ليفت والاف ار واي هتبقى بوزيتيف فلما تيجي تكملي الباراليلوجرام بتاعهم هتلاقي الريزلتنت رايحه في الربع الثاني تمام اوكي ممكن سؤال بس يا دكتور طبعا انا لما باجي اقيس هي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز بقيس من الاكس اكسس ولا من الانجل اللي عندي اصلا الانجل اللي انا جبتها لا لا يا معلم انت دايما بدايتك الاكس اكسس الاكس اكسس اهو اهو انا واقف اهو اهو بص أيوة أيوة. بص يا معلم انت عايز تقيس الانجل بتاعت اللاين ده صح ولا لا اوكي انا هبدا من هنا بص يا حبيبي انا واقف هنا اهو اهو ها براحتك هتلف ازاي لو هتلف كلوك وايز يبقى هتلف 218 يبقى الاجابه بتاعتك 218 بس بالنيجاتيف طب لا لو عايز تلف انتي كلوك وايز يبقى هتلف 142 بس بالبوزيتيف ايوه تمام شكرا يا دكتور العفو يا حبيبي بعد اذنك يا دكتور اتفضلي معلش اتفضلي قولي في اثنين انجل ممكن يعني تشاور على كل انجل فيهم ده عشان انا اتلخبطت من الانجلز اللي هنستخدمها اللي محيروكي اللي مضايقاكي ما هو بصي انت دلوقتي انت بتحلي المساله درافت في الورقه معاكي في الامتحان في درافت انت شغاله بيه انت لسه ما جاوبتيش على السؤال اللي في الورقه ها ففي الدرافت مثلا ما طلعت الاف ار كده وطلعت انها عامله انجل مع النيجاتيف اكس ده 38 خلاص لغايه كده كويس جدا يعني انا عارف ان قيمه الانجل دي 38 حلو حلو اجرح بقى الورقه الاسئله اشوف الدكتور حسين طالب ايه في المساله لو قلت لك هاتي لي الانجل اللي عاملاها الريزلتنت مع الاكس اكسس بس كلوك وايز بص السؤال اهو يبقى في الحاله دي هروح اقف عند الاكس اكسس والف للريزلتنت كلوك وايز اهو كده هلف في الاتجاه ده فتبقى الاجابه بتاعتي كام 218 بس طالما بلف كلوك وايز يبقى احط نيجاتيف يبقى نيجاتيف 218 طب لو كان الدكتور سائل في السؤال في الامتحان انا عايز الانجل اللي ما بين الريزلتنت والاكس اكسس بس انتي كلوك وايز او في احيانا كتيرا نقولها كاونتر كلوك وايز انتي او كاونتر الاثنين صح وفي الاخر معناهم واحد اللي هو عكس عقارب الساعه ها يا اولاد اقول لحضرتك يا دكتور قول لو احنا عربي ممكن ياثر معانا الحاجات دي في مصدر نذاكر منه يعني لا لا ما انصحكش بده يا ابني معلش الله يبارك لك انت راجل خلاص دخلت الكليه معلش مش عايز اذاكر عربي عايز اذاكر انجليش مصدر اخد منه الانجليش انجليش ايه المصطلحات الانجليش يعني في كتير انا ماشي دلوقتي تمام بس اكيد هيجي حاجات اكتر من بص كده عايز رايي انا لا 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 في الاستاتكس في الاستاتكس المصطلحات بتاعتنا هو اول محاضرتين ثلاثه هتلاقي كله بيتكرر بعد كده وبقول لك على حاجه انا بعمل ايه قدر الامكان انا بترجم وانا ماشي ايوه واخد بالي بس مش ممكن حد ما يعملش كده وممكن ياثر علينا في مواد تانية يعني نصيحه لحضرتك ما انا بنصحك اهو ما انت لو اديتني فرصه اكمل كلامي مش هتحتاج تسال اتفضل بص يا حبيبي تعال هسالك سؤال هل انت اول واحد دخل كليه هندسه ولا اخر واحد لا لا برافو عليك انا اقول لك على حاجه انا شخصيا انا الدكتور بتاعك كنت مدرسه عربي زمان جدا جدا كنت مدرسه طب لما دخلت الكليه تهت في الاول طب الحل ايه بقى هل ان انا اقعد اجيب قاموس والكلام ده كله لا عيب مش عيب في المحاضره لو في مصطلح وقع مني معلش دكتور انا شايفكم اهو ما شاء الله وده انا مبسوط منه في ناس ممكن يا دكتور سؤال هو معلش يا دكتور يعني ايه ريزلتات فهقول لك محصله خلاص اجي مسجلها عندي محصله اللي انا عارفها يعني ريزلتات سجل بس سجل يعني ايه يا دكتور انجل يعني الزاويه زاويه هقول لك على حاجه واوقات انت لو كسبت تسال الدكتور اسال حد من زمايلك في المحاضره المهم انت بعد شويه هتلاقيك كونت الايه الدنيا انت فهمت الموضوع بيتكلم في ايه لكن
ان انا اروح افتح كتاب بالعربي عشان لا 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 الله يبارك لك اوعى تعمل كده. لا في ستاتكس ولا في فيزيكس ولا في ماس. يعني انت حاول ذاكر بالوضع ده واي حاجه تقف قدامي اعرف معناها واكمل اكمل زي ما انا، ما تشتتش نفسك الله يبارك لك. تمام يا دكتور ربنا يخليك. وهقول لك على حاجه والله عشان انت زي ابني، قول لي كده في المحاضره لغايه دلوقتي لو في مصطلح واحد انا يعني ما انت ما فهمتوش قوله لي، قول لي وانا اقوله. لا انا فهمت، انا فهمت والله. تمام انا بتكلم على طب ما انت فهمت بقى يا اخي، بتعطلنا ليه يا اخي؟ الله طب طالما انت فهمت بقى. ماشي يا حبيبي لا ولا يهمك. تمام اطلب مني الزاويه مع محور واي. وارد بنفس المنطق اهو. واحد يا اولاد فتح لي سكه لسؤال جديد اهو، ادي ادي الفرصه ايه، ادي الريزلت وادي الانجل دي برضو 38 وادي الواي اكسس اهو. يلا واحد زميلكم فتح لي سكه سؤال على فكره والله، لو انا طلبت منك الانجل، الانجل اللي بتعملها الريزلتنت مع الواي اكسس كلوك وايز، يا نهار ابيض كلوك وايز. اه كل دي اهي، كل دي كل دي. مين شاطر يقول لي الاجابه هتبقى كام؟ نيجاتيف 128. نيجاتيف 300. نيجاتيف 300. نيجاتيف 300 ايه؟ نيجاتيف 308. نيجاتيف 308. نيجاتيف 308. صح كده اه. طب يا دكتور لو طلبت الانجل اللي ما بين الريزلتنت والواي اكسس بس انتي كلوك وايز اللي هي هتبقى الصغيره دي هتبقى كام؟ 72. 52 ولا 42 يا ابني انت هو؟ اه لا ما انا 52. انتوا لخبطتونا انا شخصيا الله يخرب بيت حالكم من كتر كلامكم. حاضر هتبقى 52 مظبوط صح، هتبقى بوزيتيف كمان اهي عشان ما حدش يزعل، بوزيتيف 52 لانها انتي كلوك وايز. بس حد ماشي انتوا فهمتوا الفكره، يعني هي اللعبه دايما ببدا من الاكسس. والله لو لفيت كلوك وايز نيجاتيف، لو لفيت انتي كلوك وايز بوزيتيف. طب يا دكتور هو ممكن ما يقوليش مع عقارب او عكس عقارب، يعني يسيبني لوحدي تايه كده؟ ايه ممكن ما يقوليش مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، يقول لي هات الزي على طول كده من غير اي حاجه. على فكره لو انا عملت كده انا ما توهتكش انت، انا توهت نفسي انا. ليه بقى؟ ليه؟ لان انا لما اجي اصحح الامتحان هحط الموديل انسر على ايه؟ يعني عارف لو انا عارف لو انا سبت كده يبقى اللي هيكتب 308 صح، اللي هيكتب 52 صح، يبقى انت اللي هيكتب ده هياخد الدرجه ولا، يبقى انا ساعتها حيرت نفسي انا. فانا لما بكتب كلوك وايز وانتي كلوك وايز انا بحمي نفسي انا كانستراكتور كدكتور، تخيل مش بحميك انت بس. هو يا دكتور الستاندرد عندي كلوك وايز صح؟ برافو عليك، الستاندرد انتي كلوك وايز، بس يفضل ان انا احددها لك برضه مش اخسر حاجه منعا للخبطه يعني. دكتور ممكن تسأل معلش؟ اتفضل. هو لما حضرتك قلت هنجيب الانجل انتي وكلوك وايز احنا ليه حطيناها بالنيجاتيف وحضرتك طالبها بالانتي كلوك وايز اصلا ولا كلوك وايز؟ يعني تقصد تقول ان انا ما احطلهاش نيجاتيف اسيبها بوزيتيف يعني؟ اه في الحاله دي لو انا طالب الماجنتيود بتاع الانجل اوكي ما تبقاش تحط الاشاره. يعني هي لو كلوك وايز والسؤال الدكتور طالب الماجنتيود او المقدار او قيمتها اوكي، وساعتها انا حتى انا في الاجابات مش هحط اشارات هحط ارقام. لكن طالما ما سالتش عن الماجنتيود وسالت عن الانجل في المطلق لا حطها باشارتها. يعني لو بوزيتيف تبقى بوزيتيف ولو نيجاتيف حطها نيجاتيف. تمام يلا يا اولاد يا دكتور المساله دي في عندي تو فورسز زي ما انتم شايفين، فين هم دول يا دكتور؟ واحدة unknown اسمها F مجهولة معرفش بكام، وفي واحدة تانية يا أولاد 200 باوند. ايه الباوند ده يا دكتور؟ يا أولاد أكمل 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 أكمل، لما أكون بكمل حاجة ما تقاطعنيش الله يخليك، سيبنا أكمل بس، سيبنا أكمل وبعدين أبقى أسأل السؤال اللي أنت عايزه. إيه يا دكتور حسين الباوند ده؟ الباوند ده بالظبط يا أولاد هو إيكوفالنت للنيوتن بس بحاجة اسمها البريتش سيستم أوف يونتس. يعني في الإس أي يونتس، في الاس اي يونتس هتلاقي دايما الفورس بالنيوتن. طب في البريتش سيستم اوف يونتس هتلاقي دايما الفورس
بحاجة اسمها الباوند. طب احنا يفرق في حاجة يا دكتور؟ يعني هل احنا كطلبة هنحولها ابدا ولا تحول ولا حاجة؟ لا، لو جبت لك فورس بالنيوتن كملها بالنيوتن، لو جبتها لك بالباوند، بالباوند اللي هو ال بي ده، لا كملها بالباوند. ماشي اوكي. يا دكتور المسألة مش فاهمين، بيقول لي في تو فورسز في المسألة دي. ابني اقفل المايك، اقفل. انا حاضر، انا هقفل، اعمل لكم ميوت هون. حاضر. يا اولاد طالما مش بتتكلم اقفل المايك، اقفل المايك. ماشي. المهم بيقول لي بقى اذا كانت الريزلتنت، اذا كانت الريزلتنت يا اولاد اوف ذا تو فورسز اللي هم مين يا دكتور؟ الاف وال200. اف ذا ريزلتنت الاف ار از دايركتد، از دايركتد along along the positive positive y axis. Find find the unknown force اللي هي الاف and find also the resultant force itself. والله يا دكتور مش فاهمين حاجه، حضرتك بتقول ايه؟ مدي لك تو فورسز، واحده فيهم جيفن ب 200 والثانيه مش جيفن اللي هي اسمها اف. بقول لك اذا كانت الريزلتنت بتاعت الاثنين مع بعض، الريزلتنت بتاعت الاثنين مع بعض هتكون في اتجاه الواي. طلع لي بقى الانون فورس اف دي تبقى كام، والاف ار نفسها او الريزلتنت هتبقى كام. طيب يبقى كده يا دكتور الاكس كومبوننت زيرو. قول الاكس كومبوننت تبقى زيرو. برافو عليك. طالما يا دكتور حسين الريزلتنت فورس دايركتد في اتجاه الواي، ده معناه على طول ترجمتها ان الاف ار اكس يا دكتور مش هتبقى موجوده، وبناء عليه الاف ار اكس هتبقى في زيرو. لا معلش يا دكتور الحته دي لازم تتعاد تاني. حضرتك معلش يا دكتور قولها تاني. لما اجي في مساله اقول لك ان الريزلتنت كلها يا اولاد كلها رايحه في اتجاه الواي، يبقى مالهاش كومبوننت في الاكس، مش موجوده. صح ولا لا؟ طب والعكس صحيح، لو جبت مساله قلت لك ان الريزلتنت دايركتد في الاكس، خلاص يا دكتور بنفس المنطق اكيد ساعتها هتبقى الاف ار واي بزيرو. طيب ايه معنى ان الاف ار اكس بزيرو؟ هقول لك يا سيدي دكتور، انا لو اتكلمت على ال 200 لو عملت لها ريزوليوشن هتبقى ايه؟ ال 200. والله على حسب الانجل اللي حضرتك مدياني اهي، هيبقى في الاتجاه ده 200 كوزاين 30، وفي الاتجاه ده كده اهو هيبقى عندي 200 ساين 30. عملت ايه يا دكتور؟ ابدا، قلت مع الانجل كوزاين وعكس الانجل ساين. طب وبالنسبه للانون فورس اف نفس المنطق اهو 245. لا مش 200 يا بنت الله يبارك لك، الاف دي انون، هتبقى هنا اف 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 كوزاين 45 وهنا هتبقى اف برضو بس ساين 45. طيب اوكي دكتور، هي الاف ار اكس اللي بزيرو هجيبها ازاي؟ ان انت تجمع او تقاد الهوريزونتال فورسز، بس تيك كير وانت بتجمع اللي ناحيه اليمين بوزيتيف واللي ناحيه الشمال نيجاتيف. يبقى ذن الاف ار اكس اللي الدكتور قال انها بزيرو هتساوي ايه من على الرسم؟ هتبقى 200 كوزاين 30 ماينس الاف في ساين 45. صح. حضرتك قلت ان الكلام ده الاف ار اكس دي بزيرو. اه خلاص، في هنا من هنا انون واحد بس اللي هو الاف، الاف هتبقى ايه؟ لو اديت 244.9 جدع يا ابني، برافو عليك اهو. يبقى الاف في ساين 45 هتبقى ايكوالز 200 كوزاين 30. حل المعادله دي ببساطه، هطلع الاف 245 بوينت كام قلت؟ لا هي 45 بعد 0.9 244.9 244.9. خلاص يبقى احنا هناخدها 245 باوند. اوكي كده انا طلعت ايه؟ حضرتك طلعت الاف. طب انا عايز الريزلتنت. طب مش حضرتك اللي قلت يا دكتور، انت اللي قلت مش احنا، ان الريزلتنت دايركتد في اتجاه الواي. اه خلاص، ذن الريزلتنت بقى نفسها يا دكتور حسين هتبقى هي نفسها تعادل الاف ار واي. فهتساوي ايه بقى؟ هتساوي الاف في كوزاين 45 اللي انت كنت جبتها، اللي الاف اللي انت لسه حاسبها، بلس
ال 200 في ساين 30 اعمل ايه؟ اعوض عن الاف اللي انا حسبتها 245. حاضر، تبقى 245 كوزاين 45 بلس 200 ساين 30. هتطلع النتيجة كام في الاخر يا اولاد؟ 273.2. برافو عليك. طيب دكتور سؤال بس معلش، هو احنا جبنا بس منين ان الفار اكس ايكوال 0؟ لان هو قال لك نصا في المساله ان الريزلتنت دايركتد في اتجاه الواي، يبقى مفيش اتجاه الواي اللي هو يعني مع اللي هو برافو عليك. اهي اهي يعني الريزلتنت كده، اهي الريزلتنت كده صح ولا هو ده السؤال؟ يبقى ده معناه ان الاف ار اكس مش موجوده خلاص. ايوه ايوه زي ما كانت بتاع 0 جي 4 صح. برافو عليك. طيب دكتور شوف فاضل الانسر الباوند مش بنيوتن ايه؟ بالباوند جدع. لا لا باوند انت صح، باوند باوند صح صح ماشي. اتنقل بعد كده يا اولاد في السبيس بقى اهو، فورسز ان سبيس 3 دي يعني. طيب we have three methods to get the components of any force in space. يا دكتور الكلام اللي انت كاتبه ده، بص يا اولاد اكمل يا حبيبي الله يبارك لك، اديني فرصه اكمل ما تقطعنيش تمام، في وقت يا اولاد ما بقاش محتاج المقاطعه الله يخليك، وها سيبني بس اكمل واقول اللي انا عايزه وبعدين ابقى ايه خلي سؤالك وبعدين في الاخر ابقى اسال. دلوقتي حضرتك خلصت ال 2 دي فوق، هتبتدي دلوقتي في ال 3 دي. في ال 3 دي او في السبيس اي فورس يا اولاد لو انت عايز تكتبها كفيكتور هيبقى ليها 3 كومبوننتس، ثلاث مركبات اف اكس واف واي واف زد تمام يا دكتور. في كام طريقه بقى اقدر اجيب بيها الفورس كفيكتور في السبيس؟ ثلاثه. انا يا دوب النهارده بس هديكوا واحده والاسبوع الجاي نكمل الطريقتين التانيين اهو يا اولاد. الدكتور بيقول ان في عندنا 3 ميثودز اهو. الفيرست ميثود ايوه الطريقه الاولى اهي، طبعا يا اولاد في السبيس برسم كده اهو، ده الاكس اكسس وده الواي اكسس وده الزد اكسس. فلو انا عندي مثلا فورس كده اسمها اف، بقدر اجيب حاجه اسمها يا اولاد الدايركشن انجلز اوف ذا فورس. ايه يا دكتور الدايركشن انجلز دي؟ الزوايا الاتجاهيه. فبفترض مثلا ان الفورس دي عامله مع الاكس زاويه اسمها الفا، وعامله مع الواي زاويه اسمها بيتا، وعامله مع الزد زاويه اسمها جاما. معلش يا دكتور حسين ممكن تقول الزوايا تاني؟ الانجل اللي مع الاكس يا اولاد اسمها الفا الفا، والانجل اللي مع الواي اسمها بيتا، والانجل اللي مع الزد اسمها جاما. طب حلو قوي يا دكتور تمام. لو الزوايا دي انا عارفها خلاص، يبقى في الحاله دي اقدر اقول لك المركبات الثلاثه للفورس دي في الاكس وفي الواي وفي الزد اهي. الاف اكس يا دكتور بتبقى الفورس في كوزاين الفا، الاف واي هتبقى الفورس في كوزاين بيتا، والاف زد بنفس المنطق هتبقى الفورس في كوزاين جاما. طيب دكتور سؤال يا اولاد هنا للطالب الامتياز الطلبه الشاطره اللي هيعرف يجاوب على السؤال اللي انا هقوله دوت بجد بجد يبقى عيل هايل. ليه الكومبوننتس هنا يا اولاد واخده كوزاين الفا وكوزاين بيتا؟ ليه مثلا ما خدتش ساين الفا وساين بيتا وساين جاما او تان حتى؟ علشان اليونت فيكتور اتعودوا على حاجه يا ابني يا ابني يا ابني، اتعودوا على حاجه. لو سمعتوا حد من زمايلك بدا كل يقف، يلا حد يجاوب يلا. عشان دي الانجل اللي هي عاملاها مع كل واحد. ماشي، طب ما انا عارف انها الانجل اللي عاملاها مع كل واحد. طب ايه اللي ما عندوش لان العمود على واحده يكون عمود على الاثنين التانيين. لو اخترت الانجل الثانيه لازم اعمل لها ريزولوشن الاول على الجراوند وبعدين اقسمها على الاكس والواي عشان هي اليونت فيكتور. ايوه
والله انا ما فهمتش حاجه منكم. بصوا يا اولاد، بصوا هو في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها كانوا زمان يعلمونا كده. لو انا عندي فيكتور بس يا حبيبي، خلاص لو انا عندي فيكتور اسمه ايه وفيكتور تاني اسمه بي، خلاص اسمعوا مني يا اولاد. فكنت اوقات اقول لك ايه بالعربي، هو بالعربي هات مسقط ايه على بي، او اقولها لك تاني مركبه ايه في اتجاه البي، مركبه ايه في اتجاه البي، او في قول اخر بالانجلش يقول لك هات الكومبوننت اوف ايه، الكومبوننت اوف ايه along the direction of b. فهفترض ان الانجل ما بينهم فيه. طب اهو الاي كبيره يا اولاد، الاي صغيره يا دكتور حسين، ده الاي كبيره والبي صغيره، دي تتقري ايه يا اولاد؟ اقراها بثلاث طرق، اسمعوا دي تتقري ايه؟ the component of a along the direction of b. بالراحه يا دكتور حسين، اسمها ايه؟ the component of a along the direction of b، بالعربي مركبه ايه في اتجاه البي. فتعمل ايه بقى؟ يقول لك اضرب الفيكتور ايه، حاجه اسمها ضرب قياسي او دوت برودكت في اليونت فيكتور، في اليونت فيكتور بتاع البي. بالراحه علينا يا دكتور، بتعمل ايه؟ بضرب الفيكتور اي قيمته واحد، في كوزين الانجل ما بين الفورس والاكس اكسس هيبقى كوزين الفا، يعني تطلع في الاخر فعلا اف في كوزين الفا. يبقى السبب فعلا كوزين، انها اصلها الضرب القياسي او الدوت برودكت. فلما يجي حد يقول لك ليه يا ابني ما خدتش ساين او تان، لا يا دكتور هي كوزين، لان السورس بتاعها او الاصل بتاعها ان انا بجيب حاجه اسمها البروجكشن او الكومبوننت في اتجاه الاكس، واصلها جاي من الضرب القياسي او الدوت برودكت اللي بستخدم فيه الكوزاين، لا الساين ولا التان. طيب يبقى حضرتك بقى دكتور متشكرين على الملحوظه اللي انت قلتها. الطريقه الاولى في الاخر لو جات لي الانجلز كلها يا اولاد، لو الانجلز الفا وبيتا وجاما جيفن اهو. دكتور ممكن سؤال؟ لا مش ممكن، اكمل بس اكمل اللي انا عايز اقوله وبعدين والله اسال زي ما انت عايز. لو الانجلز كلها جيفن يا اولاد الفا وبيتا وجاما، يبقى الاف اكس والاف واي والاف زد اهي، اف كوزين الفا اف كوزين بيتا اف كوزين جاما. في بعض الاحيان يا اولاد، في بعض الاحيان ما بيديلكش الثلاث زوايا كلهم جيفن، بيديلك اثنين بس. فبستنتج علاقه بقول ايه؟ ان كوزين سكويرد الفا، العلاقه دي تتحفظ، ها بلس كوزين سكويرد بيتا بلس كوزين سكويرد جاما ايكوالز 1. دكتور العلاقه دي مهمه؟ اه مهمه. طب بستفيد بيها في ايه؟ في حالة لو، في حالة لو ادالك تو انجلز وما ادالكش الثالثة، انت بتستخدم الفورمولا دي ان انت تحسب الانون انجل، الزاوية المجهولة. طب افرض يا دكتور حسين حضرتك متشكرين، يعني جبت لنا الثلاث زوايا جيفن الفا وبيتا وجاما، خلاص يا عم يبقى في الحالة دي مش هتشتغل، مش هتحتاج الفورمولا دي بحاجة. الفورمولا دي يا اولاد الأخيرة دي، كوزين سكويرد الفا بلس كوزين سكويرد بيتا بلس كوزين سكويرد جاما ب 1 ايكوالز 1، بحتاجها فقط في حاله لو انا اديت لك فرصه في الفراغ واديت لك زاويتين مش ثلاثه، خلاص هتستخدم العلاقه دي ان انت تحسب بالانجل الثالثه المجهوله وترجع تاني تقول الاف اكس اف كوزين الفا، الاف واي اف كوزين بيتا، والاف زد اف كوزين جاما، وهكذا. دكتور اسال بقى اللي عايز يسال. ممكن سؤال؟ اتفضل. هي كانت ممكن دي تيجي بالجا اللي هي جا تربيع ساين تربيع وكده، تمام؟ كانت بتساوي 2 او 3 حاجه زي كده، صح؟ تساوي 2 ايه؟ لو ساين، لو ساين ساين تربيع. ايوه فاهم، تساوي 2 صح، ساين تربيع. اه ساين تربيع ايه؟ فاين ساين سكوير الفا بس ساين. لو شلنا الكوزين وحطينا مكانها ساين، لا عشان كوزين تربيع خليناها أيوة. واحد ناقص ساين تربيع. انت تقول آه. معلش انت بتتكلم في انهي فورمولا الاخيره دي؟ الفورمولا الاخيره اه الاخيره آه. ايوه الفورمولا الاخيره. طب ليه يا ابني ليه اشيل يعني ليه واحط ليه؟ ما هي موجوده اهي، ما هي موجوده. بص يا ابني لما تيجي تسال سؤال، اسال سؤال هيضيف لنا حاجه، يعني حاجه مش موجوده فانت اضفت. عارف بالظبط زي اللي هو ايه؟ يعني مش عارف، يعني لو واحد بيقول لك 2 اكس بلس 3 واي ب 5، دكتور طب لو قلت 4 اكس بلس 6 واي هتبقى ب 10، طب ما طبيعي ما انت ضربت المعادله كلها في 2، ما انا عارف. لكن ما علينا مش مشكله، اوكي.
دكتور طب اللي هي ايه في اتجاه البي جبت الواحد دي منين؟ ما هو اليونت فيكتور، اليونت فيكتور بتاع الفيكتور بي بواحد، ما هو اسمه يونت فيكتور. طب يلا اولاد مين يقرا لي دي؟ معلش مين يقرا لي دي ويكتبها؟ ها ها the component of the along the direction of a. هتبقى ايه بقى؟ البي فيكتور دوت اليونت فيكتور اوف ايه؟ صح هتطلع ايه بقى؟ الماجنيتود بتاع الاولاني بي في الماجنيتود بتاع الثاني واحد واحد 1 1 في كوزاين الانجل ما بينهم اللي هي كوزاين سي. برضو الشير واقف يا اولاد ولا شايفين؟ لا شايفين طيب تمام. امال ايه المشكله يا بنتي؟ مش عارف بقى مش عارفه بس هي الصوره مش واضحه. طب لو اعمل لك ايه؟ طيب انا مشكله نت، ممكن تبقى مشكله نت عندي ضعيف ولا حاجه. دكتور اليونت فيكتور ده اللي هو متجه الوحده صح؟ الله يفتح عليك اليونت فيكتور. ايوه كده كده انت جدع كده برافو عليك. تمام ماشي. يلا يا اولاد اخر اكزامبل اهو عشان اسيبكم بقى. يلا اهو ادي فرصه. اصبري يا بنتي اصبري يا بنتي اصبري يا بنتي ادي فرصه اهي ب 100 نيوتن اوكي ومديني الانجل دي 60 والانجل دي 45. طبعا انا عارف هنا في ناس هتتخانق معايا في الاكزامبل ده انا عارف والله، بس طبعا هم اكيد اللي هيتخانق معايا مش فاهم. ادي الاوريجين وادي الاكس وادي الواي. يلا يا اولاد فور ذا بروبلم شون ان ذا فيجر، فور ذا بروبلم شون ان ذا فيجر فايند ذا ثري كومبوننتس، ذا ثري كومبوننتس اوف ذا فورس اف. فايند اف اكس اف واي اند اف زد. فاتكلم ولا اتفضل يا حبيبي؟ هو الاكس اكسس اصلا بزيرو عشان هو مش عامل انجل معاها تقريبا. تقصد ان هي هتجيب الالفا الاول؟ لا مش هي عامله بربندكولار على الانجل. الاول هنستخدم الفورمولا في الاستنجيب ريليشن واحد يا اولاد. استنوا محدش يتكلم. استنوا اللي قال ان هو في الواي زد بلين والانجل مع الاكس هتبقى 90. طبعا ده سوري في الكلمه دي اسمها فيتال ميستيك. ده مش فاهم يا حبيب قلبي الفورس دي موجوده بره، موجوده مش موجوده في الواي زد بلين. طب مين اللي ياكد لي يا دكتور حبيبي؟ ما تحسب جمع الانجلز دي. استنى يا ابني اصبر بقى انت وهو بقى. جمع لي التو انجلز دول، هل 60 بلس 45 يا راجل يا طيب، هل دول ب 90؟ لا ده معناه ايه يا اولاد؟ ده معناه ان الفورس دي في الفراغ، والله في الفراغ، دي مش مرسومه في الواي زد بلين. ولو انت حتى ممكن واحد فيكم يرد عليا يقول لي ايه يا دكتور حسين، ما انت راسمها اكنها في الواي زد بلين. الارقام تكذب عينيك. الارقام ما انا مدي لك دي 60 ودي 45 ليه؟ فاهم؟ فمعنى كده عشان بس الكلام ما يتوهش منكم، الفورس اف دي اوعى تتخيل للحظه انها موجوده في الواي زد بلين. لا طبعا الفورس دي موجوده في الفراغ بره. بس احنا عايزين نجيب دكتور بكره كلام اتكلم ان ممكن نجيب الزاويه اللي هي بتصنع الكره مع 75 ونص يا دكتور. لا جت كوزاين سكوير ده اهي. برافو عليك، هيبقى كوزاين سكوير ده الفا اللي انا مش عارفها بلس كوزاين سكوير دي اللي هي 60. حاضر اصبر 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 حاضر هنوصل لها. هيبقى كوزاين سكوير ده الفا يا اولاد ماشي، بلس كوزاين سكوير دي بيتا ب 60 او اللي هي كوزاين سكوير 60 بلس كوزاين سكوير دي جاما اللي هي 45 كل ده ب 1. طب ودوا يا اولاد ده الناحيه الثانيه بالنيجاتيف وده كمان الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى كوزاين سكوير ده الفا لا هتطلع 1 ماينس كوزاين سكوير 60 ماينس كوزاين سكوير 45. اقول لكم انا الارقام اهي ربع يا دكتور هتطلع ربع. جدع يا دكتور برافو عليك. طب استنوا بقى عشان في حته حلوه كده تبقى انجل 60 كوزاين الفا موجب او سالب. الله يبارك موجب او سالب. جدع 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 برافو عليك. هتطلع بلس اور ماينس هاف. طب خدوا بقى الحته اللي جايه دي اللي هتجاوب لكم على السؤال. طب هنا يا دكتور حسين حضرتك طلعت
الكوزين سكوير ده ألفا بربع. فأنا كراجل مهندس وشاطر وشاطر في الماتيماتكس الطبيعي لما أخد الروت أخد بلس أو ماينس نص. طب الصح بقى دكتور الصح في المسألة الماينس أختار البوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا أصبر 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 أنا هقول لك على حاجة وأنت هتجاوب على لا أصبر برضو أصبر. تخيل أنت لو أنا جيت الفرش دي الفرش دي أسقطتها كده كده أهو قمت راسمها كده قلت المسطر بتاعها عامل كده إيه رأيكم؟ تمام كده بس كده بوزيتيف الدايركشن بتاع الاكس. ليه 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 هو المسقط بتاعها يا اولاد جاي في ناحيه بوزيتيف اكس دي ولا في اتجاه نيجاتيف اكس لجوه؟ لا بوزيتيف اكس. الله يفتح عليكم يا اولاد. يبقى الالفا اللي انا هجيب منها الاف اكس لازم اخد الكوزاين بتاعتها بوزيتيف عشان اطلع الاف اكس بوزيتيف. معلش يا دكتور عشان ايه معقرب الساعه صح؟ لا يا ابني لا مش هنا انا بقى مش عقارب ومش عقارب وعكس عقارب. لا بص يا حبيبي اهي معلش تاني يا اولاد دلوقتي الدكتور لما رسم المساله كامله وجاب المسقط بتاع الفرش هنا هنا المسقط ده جاي في ناحيه بوزيتيف اكس ولا جاي الناحيه الثانيه في اتجاه نيجاتيف اكس؟ هي جاي في انهي ناحيه؟ برافو عليك. ده معناه ان الاف اكس ان شاء الله لما تيجي تحسبها لازم تطلع بوزيتيف. طب عشان اطلع الاف اكس بالبوزيتيف يبقى لازم اخد الكوزاين الفا بتاعتها بالبوزيتيف. بس ده اللي انا بتكلم فيه. تمام ماشي. بس يبقى في الحاله دي لو انت يا دكتور جبت لنا الرسمه كده او الرسمه جت كده لا يبقى المفروض هنسلكت البوزيتيف ونستبعد النيجاتيف. بس كده يبقى دكتور. كده. دكتور يعني هي هتيجي مرسومه وانا اختار الانجل على حسب الدايركشن اللي هي مرسومه فيه صح؟ برافو عليك برافو عليك. اه دكتور ممكن تورينا واحده دكتور معلش ممكن بس سؤال ورا شويه طبعا اهي استنى طب زميلتكم بتقول اوريك واحده دكتور معلش قبل ما تخش على قبل ما تخش على المساله معلش حضرتك بس في الرول بتاعه الانجلز فوق معلش عشان انا بس توت ممكن حضرتك تعيد الحته دي تاني استنى يا ابني حاضر حاضر ثواني ادي الاف دي يا بنتي هرجع لك للسؤال لو الفورس دي يا بنتي اهي اللي هي ال 100 اهي المسقط بتاعها جه عامل كده هيا يا اولاد لو المسقط جه كده وده البوزيتيف اكس وامتداده الناحيه الثانيه ده النيجاتيف اكس ها كده كده لو جات لك كوزين الفا بلس اور ماينس كده تختار ايه؟ ماينس نيجاتيف ماينس برافو عليك. طيب ليه بقى؟ لان ساعتها هتبقى في اتجاه نيجاتيف اكس. قول يا ابني سؤالك تاني بقى انا معاك اهو اعيد ايه؟ فوق يا دكتور احنا كن كوزين سكوير الفا بلس كوزين سكوير 60 بلس كوزين سكوير 45 ايكوال 1 تمام؟ صح تمام صح. انا لما جيت عملت لما انا جيت عوضت فهو جالي ايه ان كوزين سكوير 60 ب 1 اوفر 4 وكوزين سكوير 45 ب 2 لا ب 1 اوفر 2 يا معلم 1 كوزين سكوير تمام ماشي معلش ده غلط مننا انا معلش دكتور معلش سؤال اخر رسمه تحت هل الانجل بنيجاتيف 120 ولا 120 على طول؟ لا 120 بقى خلاص هتخليها 120 عشان تطلع لي الكوزاين بتاعتها نيجاتيف. بس خدي بالك انت مش محتاجه الانجل في حاجه تخيلوا اوعوا تتفاجئوا من اللي انا هقوله ده انا محتاج الكوزاين يعني الانجل نفسها في حد ذاتها انا مش محتاجها انا محتاج الكوزين ليه بقى ليه دلوقتي يا دكتور حضرتك بعد ما طلعت الحمد لله كوزين الفا بنص خلاص ابدا اجاوب بقى على المساله هو كان ايه الريكوايرد احنا نسينا كان ايه المطلوب الدكتور كان عايز الاف اف اكس واي فالاف اكس عباره عن ايه اف في كوزين الفا يبقى ال100 فهات على طول كده ما احتاجتش الانجل يعني حته انها ب60 او 120 ما فرقتش معايا انا اللي يهمني الكوزين نفسها طب الـ FY هتبقى الفورس في كوزاين بيتا هيبقى الـ 100 في كوزاين 60 برضو هتطلع 100 في نص هتطلع 50 نيوتن ودي برضو 50 نيوتن الفورس FZ يا أولاد والله يا دكتور على حسب كلامك هتبقى الفورس في كوزاين جاما كوزاين ألفا بالنيجاتيف بس كده نعم بس السؤال معلش اولاد الاسئله انا والله على راسي وحياه ربنا
واحب اجاوب على كل الاسئله، لكن معلش يا اولاد ادوني فرصه اكمل اللي انا عايز اقوله، حتى انت ما بتدونيش فرصه استسلم، بس يعني سيبوني بس اكمل وفي الاخر جاوبوا زي ما انتم عايزين. دكتور بعد ما طلعت الفورس او الكومبوننت، لو قلت لك اكسبريس ذا فورس ان ذا، الله يفتح عليك، ما هو على حسب بقى، هو في حقيقه الامر هو هيجيب لك المساله مرسومه، انت هتتعامل مع الوضع اللي هو مديهولك. حلو كده، ومرسومه 3 دي، الله يفتح عليك، هتبقى مرسومه في 3 دي. اه تمام. ممكن سؤال لو سمحت؟ هو احنا بعد ما قلنا ان هو ان الكوزين الفا بسالب نص، ليه ما عوضناش بسالب نص؟ احنا عوضنا النص بس. لا انا 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 كنت انا بشرح الحاله الاولى، انا شرحت الحاله الاولى اللي فيها الالفا بالبوزيتيف، فاهم حاجه؟ فلما زمايلك سالوني ادينا يا دكتور مثال على انها بالنيجاتيف، شرحت الحاله ورسمتها، لكن لما رجعت اجاوب جاوبت على الحاله الاولى مش الثانيه، فاهم حاجه؟ على الرسمه الاولى يعني. تمام، يعني الرسمه الثانيه هتبقى بالسالب. لو انت بقى بتجاوب على دي، لو انت بتجاوب على دي خلاص، يبقى ساعتها خد نيجاتيف نص. اي سؤال تاني يا اولاد؟ ايه دكتور، ممكن سؤال؟ اتفضل. هو انا عايز اسال سؤال بس، هو لو كوزين الفا في الحاله النيجاتيف كنا ناخدها بالنيجاتيف، وكوزين بيتا برضو بالنيجاتيف، وكوزين جاما برضو بالنيجاتيف، الايه كله هيبقى من ساعتها بقى. الله يفتح عليك، ساعتها بقى انا هبقى مظبط لك الانجلز كلها، ما تقلقش يعني، هكون مديها لك. انا دلوقتي بس اللي انا بتكلم عليه حاله الالفا، امتى اخد كوزين الفا بوزيتيف وامتى اخدها نيجاتيف. حلو كده، طب الباقيين بقى ما تقلقش هكون مظبطهم برضه. تمام، شكرا. تمام، ممكن اسال؟ اتفضلي. بعد اذنك ده فيكتور ايه دايركشن اوف بي مثلا؟ عددكم دايما بتكتب مثلا A multiply 1 multiply cosine theta اللي ال 1 دي تاني برضو. والله السؤال ده اتسأل وجاوبته، حاضر اهو. وانا بكتب A كبيرة و B صغيرة، دي اسمها A، the component of A along the direction of B، حاضر. دي معناها ان انا بضرب ال A ضرب قياسي في اليونت فيكتور، اليونت فيكتور في اتجاه ال B، او لهالك تاني يونت فيكتور في اتجاه ال B، متجه الوحدة في اتجاه ال B. طيب الضرب القياسي او الدوت برودكت بعمل ايه؟ يقول لك اضرب الماجنيتيود بتاع الاولاني اللي هو ايه في الماجنيتيود بتاع الثاني اللي هو اليونت فيكتور بتاع البي. اي يونت فيكتور في الدنيا خلقه ربنا الماجنيتيود بتاعه ب 1. تمام، بس في كوزاين الانجل اللي ما بينهم اللي هي كوزاين سي بس. يعني الون دي مش لازما، يعني ما كناش بنكتبها اصلا واحنا برافو عليك. بس انا لا انا بقى دلوقتي يهمني ان انت تكتبيها عشان تبقى فاهمة ان دي الماجنيتيود اوف ذا يونت فيكتور. هي مش هتأثر على القيمة في حاجة، بس انا ابقى فاهم جت منين. هي في المستقبل يعني الوان دي هتتغير لارقام ثانية لو انا مستخدم؟ هو ده الا بالله، لا مش هتتغير يعني لو في الحالة دي، لو هو يونت فيكتور، لو هو طول عمره يونت فيكتور، عمر ما الوان هتتغير. تمام، بس دكتور وانا ينفع اسال سؤال؟ اللي عايز طبعا، عشان بس اولاد المحاضره طولت قوي كده، اللي عايز يتفضل خلاص، اللي عنده سؤال بس هو اللي يفضل يعني. اتفضلي. هو احنا بنحدد هي هناخد الماينس لو الاكس او الواي فيهم ماينس، صح؟ مش لازم الاثنين يكونوا ماينس، الاكس بس هو اللي كان في الاتجاه الماينس. انا مديلك الانجل بتاعه الواي، خلاص مالكيش دعوه بقى بالواي، ما انا مديلك الانجل ما بين الواي، ما بين الفورس والواي ب 60، مالكيش دعوه بيهم. انت بتتكلمي على مين؟ على الاكس، صح ولا لا؟ انا عايز اعرف الاكس كومبوننت بوزيتيف ولا نيجاتيف. ببص على مسقط الفورس موجود فين، لو موجود ناحيه بوزيتيف اكس خلاص يبقى الكومبوننت بتاعه الاكس بوزيتيف.